مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في يوم جديد وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده فيه مباريات لعبت بالفعل في الدوري الممتاز هذا الاسبوع، واكيد هنتكلم عن مباراه الاهلي والمقاولين ان شاء الله اللي كلنا بنستناها، عايزين مكسب يفرحنا شويه كده من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله يكونوا عند حسن ظننا. دايما بنقول دايما لعيبه الاهلي عند حسن الظن، لكن يعني الموضوع محتاج شويه صبر ان شاء الله يوم الثلاث يرجع الاهلي زي ما معودنا. سمعنا الفتره اللي فاتت بعد مباراه الاهلي والوصل الاماراتي، سمعنا اقاويل كبيره جدا واقاويل كثيره جدا ان اللعيبه اتهمناهم بالتقصير واتهمناهم بالرعونه واتهمناهم بحاجات كتير جدا. وانا دايما بقول ان لعيبه الاهلي مش بدافع عن لعيبه الاهلي، انا مش بدافع عن حد خالص، انا دايما مع المصلحه العامه وانتم عارفين، لكن التقصير مع لعيبه النادي الاهلي ما ينفعش نقول كده خالص. احنا ينفع نقول امكانيات، هي دي الامكانيات، ممكن مين يطلعها، ممكن مين اللي يخليها تبقى مدفونه شويه، يطلع نصها يطلعها كلها يطلع 30% منها، ده بقى موضوع اكيد المدرب والجهاز الفني كله. لكن تقصير من لعيبه النادي الاهلي استحاله استحاله استحاله. في اي وقت من الاوقات تلاقي لعيب النادي الاهلي مقصر، تبقى امكانيات على مدى العصور. راجعوا كده بذاكرتكم كل العصور اللي فاتت مع النادي الاهلي، هتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي رجاله باستثناء ماتشات معينه، بتلاقي اللعيب مش مقصر، بتلاقي مش في الفورمه، مش في حالته، بيجي مدرب باسلوب جديد بشكل جديد، فتلاقي اللعيب مش هو اللي احنا عارفينه. لكن تقصير بمعنى التقصير استحاله استحاله باي حال من الاحوال. لكن لعيبه ممكن يكون الامكانيات الفنيه بتاعتهم في الفتره دي كده الموجود كده ماشي، مدرب باسم باتريس كالتيرون هنقول ان هو قصر؟ لا طبعا ما قصرش الراجل، لكن امكانياته كده، امكانياته كده، امكانياته في دجله كانت هايله جدا وفي النادي الاهلي كانت مش هي اللي احنا عايزينها. ممكن اسلوب لعبه في دجله غير اسلوب لعبه في الاهلي، طبعا ممكن النادي دجله غير النادي الاهلي طبعا اكيد. فدايما بنقول بلاش كلمه تقصير، مفيش حد بيبقى في ايده ان هو يبقى احسن حاجه، خصوصا ان عنده جمهور كبير جدا بيحاسبه على كل كبيره وصغيره وبيستنى له كل حاجه. جمهور هو عارف ان هو دايما الجمهور بيستناه يفرحه، واللعيب دايما بيبقى مضغوط عشان يفرح جمهوره، استحاله يقصر طبعا او يقصر يعني. فموضوع ان اللعيبه مقصره، لا طبعا اللعيبه امكانيات اللعيبه الفنيه في الفتره دي كده، طريقه اللعب في النادي الاهلي الفتره دي مبينه لك ان امكانيات اللعيبه بتاعت النادي الاهلي كده. فارجو ان انتم تكونوا فاهمين كلامي، فكر المدير الفني بيطلع امكانيات اللعيبه بنسب. جوزيه كان بيطلع 100% من اللعيب، جوزيه كان مدرب ذكي، مدرب شخصيه قويه، وهنتكلم عن مواصفات مدرب الاهلي المفروض تبقى عامله ازاي. كابتن حسام بدري كان ليه شخصيه، كان تنشن شويه، كان تلاقي فيه اللعيبه متنشنه، اللعيبه حاسه ان في واحد واقف بره، حاسه، لكن ما بيدومش الانطباع ده، ما بيدومش. المدرب هادي جدا، هتلاقيه من شخصيه النادي الاهلي هو المدرب، بنشوف فيه اللعيبه، شوف اللعيبه بتلعب كروسات المدرب عايز كده، شوف اللعيبه بتنقل على الارض المدرب عايز كده، امكانيات اللعيبه ممكن ياخد الكوره يجري بيها رقص 1 2 3 4 ويعمل دبل باص لا انا مش عايز كده، انا عايز كوره طويله من تحت لفوق وحد يطلع وحد يشوط كده، فمش هيبان امكانياتي. فيعني دي كانت معلومه كان لازم نوضحها علشان ما حدش يقول لعيبه الاهلي بتاثر، استحاله استحاله. لعيب النادي الاهلي عنده التزامات قدام جمهوره، عنده التزامات قدام ناديه، عنده التزام هو بينه وبين نفسه ان هو عايز يبقى احسن حاجه هو في النادي الاهلي، وعارف قيمته وعارف اسمه وعارف جمهوره وعارف مكانته وعارف بطولاته وعارف انجازاته وعارف قد ايه هو فريق كبير جدا، فاستحاله ان هو يطلع بشكل مقصر. لكن امكانياته تاني، بعيد وبكرر تاني، امكانياته في ظل الفكر الفني الموجود بتطلع بنسب بنسب. فكلمه تقصير لا طبعا، باتريس كالتيرون مدرب عمل كل ما في وسعه في ظل امكانياته هو، في ظل شخصيته هو، في ظل ادارته هو. دايما بلوم على المدرب بجزء كبير قوي من المنظومه، لان المدرب هو كل حاجه، هو اللي بيقول خلي بالك. ودايما لما يجي الشخص يمسك منصب او يمسك مكان في اي مكان في الدنيا، خلينا نتكلم بقى في الكوره، هو مسك تولى اي حد يجي تولى مسؤوليه النادي الاهلي لازم يقول انا عايز لعيبه مش عايز لعيبه،
انا عايز جهاز فني مش عايز جهاز فني، انا عايز كذا وكذا وكذا معايا في الجهاز، انا مش عايز كذا وكذا معايا في الجهاز، لان هو الوحيد اللي في الاخر هيقول له شكرا مع السلامه، هو الوحيد اللي في الاخر اللي هيتسال. فما ينفعش ان انا اقعد وبعد كده لما اجي امشي انا بتكلم في العموم، ما بتكلمش على باتريس كالتورون دلوقتي، ما ينفعش ان اجي لما امسك نادي اهلي او اي نادي بقى اقول وانا جاي ماشي اصلا انا كنت عايز، لا طبعا انت كان في ايدك كل حاجه تعملها وانت موجود وفي ايدك ناس بيساعدك في كل حاجه، فما ينفعش بعد ما امشي بتكلم بصفه عامه تاني. لكن لما اجي اتكلم على باتريس كالتورون بصفه شخصيه، هو عمل كل ما في وسعه، الراجل ما قصرش في اي حاجه، الراجل طلع كل حاجه، لكن امكانياته واسلوب لعبه هو كده بيتناسب مع النادي الاهلي، ما تناسبش مع النادي الاهلي للاسف الشديد. فطبعا لازم نوجه له الشكر هنا، او انا اوجه له الشكر بصفه خاصه جدا، ويعني نقول له باد لك، كان ممكن يعمل انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي، كان عنده بطوله كبيره جدا بحجم افريقيا، كان ممكن يتوج داخل النادي الاهلي ويتوج في قلوب الجماهير الاهلاويه، ولكن خلاص الحمد لله، واللي عايزه ربنا كان خلاص، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن بكتير. لازم نقول له شكرا، ما قصرتش في اي حاجه خالص، لكن الدنيا ما مشيتش زي ما انت عايز، الاسلوب بتاعك لو نجح في مكان هيبقى صعب جدا في النادي الاهلي ان هو ينجح بيه، اللعيب نادي الاهلي عايش شخصيه. اتكلم بقى عن الاهلي، النادي الاهلي او الانديه الكبيره عموما لو تتابعوها، الانديه الكبيره عموما اللي ناجحه لازم يكون المدرب عنده 70% شخصيه و30% فنيات، مش هقول لك 50% شخصيه و50% فنيات، 70% لازم تكون شخصيته قويه جدا جدا. الشخصيه القويه يا جماعه مش الشخصيه القويه ان انا اقعد ازعق، في ناس بتلبس وش ان انا شخصيه قويه واقعد ازعق وانطر ومش عارف ايه وبتاع وتنشن الجو حواليا، هو فاكر ان هو كده شخصيه قويه. الشخصيه القويه ليها مقاييس كبيره جدا، اهمها ان انا احبب كل الناس فيا، او على الاقل 90% من المنظومه اللي انا ماسكها تكون بتحبني جدا عشان اعرف اطلع منهم اللي انا عايزه. وده كان في مانويل جوزيه، وقلت لكم قبل كده مانويل جوزيه شخصيته قويه جدا وفنياته مدرب، ما مدرب فنياته يعني فوق العاديه، مش هقول ان هو يعني لا، لكن شخصيه مش موجوده ما تقابلهاش كتير. عشان كده مانويل جوزيه قعد سنه في النادي الاهلي الاول ما نجحش، وبعد كده مشي ورجع تاني. لما رجع كان حافظ الاجواء، حافظ اللعيبه، حافظ الناس يتعامل معاها ازاي، حافظ الاعلام يتعامل معاه ازاي، حافظ كل اللي حواليه، ذكي جدا، عرف يتعامل مع كل الناس، عشان كده نجح وحصد كل حاجه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اسمه لوحده 50% من النجاح، هو عايز 50% تاني منها شخصيه المدرب اللي ماسك النادي الاهلي. فانا بدور على مدرب يكون شخصيه قوية جدا جدا، يعرف يشوف كل اللي حواليه، يعرف طابع اللعيب اللي هو بيتعامل معاه، يعرف اللعيب ده عايز شدة امتى، عايز حب امتى، عايز يتكلم معاه امتى، عايز ما يتكلمش معاه امتى، بيعرف ياخد كل حاجة من اللعيب، عشان كده بينجح معاه. دي شخصية المدرب اللي بيتناسب مع نادي كبير زي النادي الاهلي او اي نادي بينافس على كل البطولات. الناس بتتكلم على تجربة تكيس مع نادي دجلة وبيقولوا ده مدرب، هل احنا كجمهور نادي اهلي هنصبر على حد يعمل تجربة بحجم تجربة دجلة؟ ده سؤال بطرحه على حضراتكم، هل هنصبر؟ اكيد مش هنصبر، احنا عايزين مدرب في ثانية يعرف يلم الدنيا، شخصية زي ما قلت قوية، هيعرف ازاي يلم اللعيبة، هيعرف ازاي يطلع كل حاجة من اللعيبة، هيعرف ازاي يخلي اللعيبة اللي هي كانت عليها تراب كتير جدا يعرف ازاي يلمعها بسرعة جدا، مش هياخد معاهم وقت. دي الشخصيه اللي انا بكلمكم عليها، عشان كده الشخصيه دي بيبقى فلوسها كتير قوي قوي، وبتبقى قليله جدا في الوسط التدريبي كله، انتوا شايفين الدوري عامل ازاي. لكن انا اجي اقول لعيبه واقول اصل الكوره وكده، انا اللي بتحكم في كل حاجه بعد ربنا طبعا والتوفيق بتاع ربنا، لكن ربنا بيقول لك اتعب واشتغل وانا معاك، يعني اتعب واشتغل واكيد هتلاقي في الاخر. فدي شخصية مدرب النادي الأهلي اللي كل الجماهير الأهلاوية محتاجاها، وكل اللعيبة اللي بيلعبوا داخل النادي الأهلي محتاجاها، بنتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الأمانة. لما نيجي نتكلم بعد الماتش اللي فات، احنا اتكلمنا معاكم بكل صراحة، واحنا قلنا ان لما بنحس ان في حاجة صعبة بنتكلم بمنتهى الصراحة، لكن غير كده اوعوا تستنوا مننا ان احنا ننتقد مهما كان الانتقاد، بنيجي بننتقد في الوقت المناسب، الوقت المفروض ننتقد فيه، لكن ننتقد عمال على بطال كل حاجه نشوفها ننتقدها، ده مش صح، ده مش صح مننا احنا كناس كلنا بننتمي للنادي الاهلي، مش احنا بس هنا في القناه والجمهور لازم كده، ما ننتقدش على الفاضي والمليان، ما ننتقدش اللعيبه على الفاضي، ما ننتقدش الجهاز على الفاضي، اول ما نحس ان في بدا يبقى في الموضوع لا خلاص النقد خلاص مباح، ومباح علنا كمان، وده اللي عملناه. لما تيجي تنتقد علشان تصحح، هو مين اللي بيصحح؟
اكيد مجلس الاداره هو اللي بياخد قرارات. فانت بتقول يا جماعه في حاجه المجلس بيبدا يتفاعل معها على طول. فاحنا ما بنيجي نتكلم بنتكلم في العموم، عشان بس مش عايز اتكلم يعني علشان في ناس بداوا يدخلوا في وسطنا وبداوا الحاجات تشتغل، مش عايز اقعد اقول بقى الجنو والكلام اللي انتوا عارفينه ده، عايزين نطلع القصه دي من دماغنا، لكن دي موجوده حقيقه وناس بتوقع موجوده حقيقه. وما اتكلمناش عن الحكم المباراه الاهلي والوصل، خلي بالكم الحكم ده كان عليه برضو علامه استفهام كبيره جدا، بس انا ما رضيتش اتكلم فيه وتعمدت ان انا ما اتكلمش فيه لان احنا كان الموضوع في ايدينا. لكن هو لا ساعد ساعد يعني ساعة الفاول اللي جه منه الجون ما فيهوش اي حاجه خالص، ساعة اكرم ما فيهوش اي حاجه خالص، عشان بس ما نلومش على الواد ونقول ان هو زقه او دفع. وما ينفعش ان انا كلاعب نادي اهلي اقعد اتفرج على لعيب، لكن الحكم لا كان محجم اللعيبه قوي قوي، وده عادي جدا واحنا كنا متوقعين كده. فلا في على النادي الاهلي في شغل جامد جدا شغالين ومش ساكتين. انا بتكلم ودايما بقول، لكن برضو بقول ان احنا لا احنا في عندنا تقصير كبير جدا جدا، مش لعيبه مش لعيبه، اسلوب مدير فني ما كانش متوافق، لكن ما كانش ينفع ننتقد في اوقات خالص واحنا كان الماتشات متلاحقه متلاحقه، لكن خلاص كان لازم بقى نقول لا يا جماعه لا في مشكله لازم نتداركها كلنا. ومجلس الاداره على طول الناس اول ما يبقى في مشكله بيطلعوا بيقولوا يا جماعه خلاص في كذا وكذا وكذا وكذا. فالموضوع لما بتيجي تقول مدرب، المدرب ده بيبقى فيه اداره بتختاره واداره بتجيبه واداره بتمشيه، اول ما تحس بحاجه بتمشيه. باتريس كالترون اول ما جه كلنا قلنا مدرب كويس، هو كان مدي انطباعات كويسه. فيعني ان شاء الله يكون اللي جاي احسن بكتير، نلم اوراقنا بسرعه جدا. وانا قلت لكم لازم نقع عشان نقوم اقوى من الاول، مش هينفع على طول نطلع كده، مفيش حاجه في الدنيا كده اسمها، لازم هتقع عشان تطلع تشد شويه قوي، وتقع بعد فتره طويله وتشد شويه قوي. ومش عايز افكركم من 2005 بقى، يعني طبعا انتوا كلكم عارفين، لكن انا بفكركم وبنقولها في العلن من 2005 لغايه وقتنا هذا، شوف انت واخد كام واقرب المنافسين ليك واخد كام بطوله. لكن احنا ما بنرضاش باقل من البطوله في كل مكان بنروحه، لكن بتحصل ظروف غصب عننا، بيحصل وقع للعيب، بيحصل وقع المدير فني، بيحصل وقع الاختيارات غلط، بيحصل 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 بيحصل، وده طبيعي جدا. لكن اللي لازم نعمله بسرعه ان احنا نقف بسرعه جدا. وانا قلت لكم قبل الماتش اللي فات لو تفتكروا، قلت يا جماعه الاصعب من الوقوع انت تقف بسرعه، وان شاء الله نرجع نقف بسرعه. لعيبه النادي الاهلي عليها ضغوطات كبيره جدا، عشان كده لازم مدرب شخصيته كبيره جدا او قويه جدا، اللعيب بياخد قوته منه. اللعيب دايما شوفوا كده المدربين، هتلاقي مدرب دجله اللعيبه شكله، مدرب الاسماعيلي اللعيبه شكله، مدرب مش عارف مين، كل نادي اللعيبه شكل المدرب اللي هو قريب منهم جدا. فعشان كده لعيبه الاهلي عليها ضغوطات كبيره، مش اي حد مش اي شخصيه يدخل يلعب في نادي الاهلي، ممكن يكسر الدنيا بره لكن ما يتحملش 10% من ضغوطات لعيبه النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين كده احنا مش ما بنهزرش، عايزين بطولات، وطبعا لعيبه النادي الاهلي عارف الكلام ده، عايزين في التمرين 11 لعيب فبيموتوا بعض في التمرين عشان يبقى في 11 لعيب يلعبوا، اللعيب اللي قاعد بره هيموت عشان يلعب. كل دي ضغوطات من جواه، غير مشاكله الشخصيه غير حياته الشخصيه، يعني لعيب نادي الاهلي لا عايش شخصيه. مين اللي بيشيل عنه الكلام ده كله؟ مدرب بيديله اريحيه، بيديله هدوء، بيديله قوه، بيديله ثقه في نفسه، بينزل يكسر الدنيا من المدرب بتاعه. لو شايف المدرب بتاعه ولاعيبه النادي الاهلي كلها نجوم، فلازم واحد يقول للعيبة دي أنا عايز منكم كذا 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 وهعرف أجيب. ده اللي احنا محتاجين علشان نلاقي الموضوع ده بقى، يا رب يا رب يعني يحصل بسرعة ويكون حد يليق باسم النادي الأهلي زي كل المدربين اللي جم قبل كده. كل الاحترام والتقدير ليهم، كل مدرب بيجي بيعمل اللي عليه وبنقول له شكرا جدا جدا، عملت اللي عليك حتى لو أخفقت لكن اشتغلت جوه النادي الأهلي، لازم كلنا نقول لك شكرا جدا. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار عن تمرين النهارده. يبقى معايا كريم احمد يا جماعه، يلا نجهزه عشان انا عايزه نكلمه في التمرين ونطمن كل الساده المشاهدين على تمرين النادي الاهلي النهارده كان فيها كواليس هيقولها لنا كريم. اقول لكم بسرعه كده الاخبار، وليد سليمان بيتعافى من الاصابه وبينتظم في مران النادي الاهلي. وليد كان عنده اجهاد في العضله الخلفيه، اكتفى باداء تدريبات استشفائيه في الجيم، وان شاء الله يكون جاهز في مباراة المقاولون العرب. وليد حط جون جميل قوي قوي الماتش اللي فات، لكن الحمد لله لا مش عايزين نقعد نفتكر.
حضروا لنا كريم سمير لو سمحت. وايضا كوليبالي. طيب اخد كريم وارجع اقول لكم الاخبار بسرعه. كريم احمد اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا كابتن ميدو، فرحب بيك في البدايه وفرحب كل سنه مشاهدين. ايه الاخبار؟ كله تمام كابتن. كله تمام؟ كله تمام. يعني كنت عايز اجيبك بعد الماتش، انا بقعد اتكلم معاك في فنيات كده، كنت عايز اجيبك بعد الماتش على طول، لكن للاسف كان في بقى الاتصالات، انت عارف يا كريم الدنيا بتبقى صعبه شويه في الاتصالات، فالحمد لله. عايزك تطمني على التمرين النهارده، ولو عندك كواليس كده حصلت في التمرين تقولها لنا، وتطمن كل الساده المشاهدين عن كل كبيره وصغيره في تمرين النادي الاهلي النهارده. يمكن النهارده كبير بيستأنف النادي الاهلي استعداداته لمباراه الدوري العام بمباراه الاهلي والمقاولين العرب ان شاء الله على استاد السلام يوم الثلاث باذن الله. بتمنى تكون انطلاقه جديده للنادي الاهلي، يا رب اعاده الانتصارات، يا رب شخصيه النادي الاهلي من جديد، يا رب. لكن لك كابتن ميدو يمكن اكيد حاله الحزن مسيطره على لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يعلم جيدا مدى حرص لعيبه النادي الاهلي على ان هم يفرحوهم يسعدوهم في كل المباريات في كل البطولات. اكيد. لكن عايز اقول لك يمكن الحاله يمكن صعبه جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في شغل البيوت، اكيد من الجهاز الفني على الحاله النفسيه لاستعداد طبعا اللاعبين من جديد بالتاهيل. كابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان، الجميع بصراحه يمكن اكيد بيبذل جهد كبير جدا للخروج من الكبوه البسيطه جدا للنادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله تزول خلال الايام القادمه انطلاقا لمباراه الاهلي والمقاولين العرب. بدا النهارده كابتن ميدو التدريب الساعه 9:30 صباحا بحضور الجهاز الفني بالكامل وحضور عادل مصطفى المدرب المساعد، اول مره النهارده يكون متواجد في تدريب فريق النادي الاهلي، ممكن يكون متواجد في تدريب الامس لكن النهارده كان اول ظهور ليه مع الكابتن طارق سليمان ايضا مدرب حراس المرمى اللي تواجد في تدريب الامس. النهارده كابتن يوسف خصص محاضره سريعه داخل الملعب. كريم الصوت مش واضح يا كريم، لو ينفع نتكلم كده في مكان يكون فيه سيجنال كويسه، او لو انت بتتكلم من هاند فري. سامعني كده يا كابتن؟ كريم سامعني يا كابتن ميدو؟ اه اتفضل. النهارده يمكن زي ما بقول لك كابتن يوسف كان في محاضره فنيه سريعه قبل انطلاق المران اللي بدات الساعه 9:30 صباحا، كان الحديث طبعا عن اهميه الفتره اللي جايه للتركيز في مباراه المقاولون العرب اللي زي ما بنقول مباراه غايه في الاهميه كابتن ميدو، نظرا للظروف المحيطه بالفريق والاخفاق فيها البطولتين، في تركيز كبير جدا ان شاء الله عن هذه المباراه، عندنا اصابات عديده وغيابات عديده جدا، لكن هي دي الظروف اللي يمكن متاحه حتى هذه اللحظه دي. فريق النادي الاهلي بيحاول الجهاز الطبي للنادي الاهلي استعاده عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي نظرا للاصابات الكثيره زي ما قلنا لصدر فريق النادي الاهلي، لكن النهارده يمكن كابتن يوسف خصص فقره مهمه جدا للاختبار طبعا من اللاعبين المهاجمين ولاعبين ايضا كمان في خط الدفاع، خصص يمكن في ثلثين الملعب كده حاول ان هو يعمل بعض التمركزات يصحح بعض الاخطاء للاعبي النادي الاهلي. شفنا سعد سمير مع سليف كولوبالي في خط الظهر، شفنا ايمن اشرف كمان مع سعد سمير، سمير كان في تبديل في كورسات كانت بتتعمل من ناحيه اليمين وناحيه الشمال في تركيز كبير للاعيبه النادي الاهلي. يمكن زي ما بنقول اللعيبه متاثره بشكل كبير جدا، لكن واضح ان التصميم ان شاء الله على تجاوز هذه المرحله باذن الله من مباراه المقاولون العرب. لو بطمنك كمان يا كابتن ميدو على وليد سليمان، طبعا وليد سليمان كان في بعض الاخبار بتقول ان وليد الخلفيه طبعا مشاركته في المباراه القادمه، لا باكد لك ان وليد سليمان جاهز بنسبه 100% وده اللي ظهر النهارده في التدريب الجماعي، شارك بكل قوه النهارده وليد سليمان وبيعلن جاهزيته ان شاء الله لمباراة المقاولون العرب. وليد ازارو يمكن حتى هذه اللحظة لم يتحدد موقف مشاركته من عدمها، وليد ازارو عنده بعض التورط في الكابتن انكل كابتن ميدو يمكن مأثر عليه بشكل كبير جدا، كمان يمكن النهارده بلغه الكوره كده ما عرفش يلبس كلمه الكوره بسبب التورم الكبير اللي عنده فيه الانكل، فضل النهارده الجهاز الطبي ان هو يكون متواجد في بعض التدريبات الخفيفه جدا على امل بكره ان شاء الله في التدريب اللي هيكون الساعه 4 عصرا يعمل اختبار طبي لوليد ازارو لامكانيه يمكن اشوف طبعا بكره باذن الله الاختبار الطبي هل وليد هيكون التورم قدر ان هو ينزل شويه من رجليه ولا الامور هتبقى عامله ازاي، لكن وليد من اللعيبه اللي احنا يمكن بناكد عليه ان هو عنده اصرار كبير جدا يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، وشفنا كمان يمكن عودته من مباراه تونس الاخيره مع منتخب المغرب ومنها مباشره على مباراه الوصل وشارك كمان في المباراه، عنده اصرار كبير وليد ومحتاجين كل اللعيبه كابتن ميدو خلال الفتره اللي جايه باذن الله يكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي. وعلي معلول اخباره ايه؟ يمكن علي معلول طبعا بيواصل التاهيل مع جونيور اجاي مع عمرو السوليه فتحي وهاني وفتحي وهاني كمان الكل النهارده يمكن كان مجموعه كبيره جدا النهارده بالنسبه للمصابين، النهارده كانوا بيأدوا بعض العمليات التأهيل طبعا مع البرنامج الموضوع، في بعض اللعيبه خلاص في المراحل النهائيه زي امثال احمد فتحي اجي
وجايين برضه لسه كاسيميدو ممكن موقف متواجد ايضا كمان في التاهيل. لكن النقطه المهمه جدا اللي حابين نناقش عليها كاسيميدو هو مؤمن زكريا. مؤمن زكريا النهارده يمكن كان في فقره مخصصه من الكابتن محمد يوسف عقب انتهاء المران لرفع معدلات اللياقه البدنيه. من الواضح طبعا ان في تجهيز لمؤمن خلال الفتره اللي جايه. وعايز اقول لك كمان يمكن بجانب التدريب الصباحي شفنا مؤمن زكريا الساعه 5 النهارده كان متواجد بيتدرب المره الثانيه مع الكابتن عادل مصطفى المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي. ده لوحده يا كريم؟ لوحده يا كابتن ميدو. ويمكن واضح جدا ان مؤمن عايز يرجع من جديد لمستواه، عايز يبقى فيه معدلات اللياقه البدنيه تكون مرتفعه عنده بشكل كبير جدا. واضح ان كمان اصرار من الجهاز الفني بالكابتن محمد يوسف تكون كل اللعيبه متواجده، اللعيبه اللي بعيده ما تركزش خلال الفتره اللي فاتت تكون متواجده، كل اللعيب ما عنده اي نقصات بالنسبه ليه اللياقه البدنيه، امور فنيه امور تدريبيه اكيد هنشوفها خلال الفتره اللي جايه. لكن باكد لك ان مؤمن زكريا يمكن بيواصل لتاهيله بشكل كبير جدا. هو يوسف اتكلم معايا كريم مثلا ولا هو اتمرن الفتره المسائيه بناء على ايه؟ يمكن في البدايه كابتن ميدو باكد لك ان صباحا كان في كده جلسه مع الكابتن محمد يوسف. الاول كان في كابتن سعد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره، كان في حديث سريع مع الكابتن مؤمن زكريا. لكن يمكن الحديث الاطول كان مع الكابتن محمد يوسف، انفرد كده في جزء من الملعب اتكلم معاه. ومباشره بعد هذه الجلسه يمكن ادى التدريبات اللي انا بقول لك عليها كابتن ميدو فقره كده يمكن استغرقت 25 دقيقه، كان فيها بعض السبرنتات وبعض رفع. جميل، حلو حلو. مؤمن زكريا لعيب مطلوب كمان في المباريات الحاسمه. يعني مؤمن طول عمرنا بنقول عليه لعيب مهم عشوائي ايجابي زي ما انا كنت مسميه. لكن كمان طمني، عايز اعرف يا كريم موقف صالح جمعه ايه؟ هل هو بيتمرن مع الفريق؟ هل هو ما بيتمرنش مع الفريق؟ يمكن حتى اللحظه دي يا كابتن ميدو صالح جمعه يمكن ما بيشوفوش خالص وبيشارك مع الفريق للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه. زي ما بقول لك يمكن الصوره اللي واضحه حتى هذه اللحظه كل اللعيبه اللي احنا بنقول عليهم المشاركين، لكن صالح جمعه ما بيظهرش، ما شفناهوش يمكن لسه حتى الان. يعني بنتمنى كل اللعيبه اللي تكون احنا محتاجينها. صالح جمعه واحد من العناصر الرائعه جدا والمميزه جدا، واكيد هيكون فايده كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. لكن لسه الامور مش متضحه بشكل كبير يا كابتن ميدو بالنسبه لصالح جمعه. لكن بالنسبه للمجموعه المتواجده الحاله الحمد لله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. بنتمنى غدا ان شاء الله التدريب ما يبقاش فيه اي اصابات بالنسبه للعيبه، في حماس كبير جدا بناكد عليه كل مره يا كابتن ميدو. اللعيبه زي ما انت قلت في البدايه بتحاول ان هي يبقى ليها فرصه، في لعيبه كتير بعيده عايزه تكون متواجده في التشكيله الاساسيه. ده بيبقى ليه تاثير شويه على التدريبات، بنشوف بعض الكدمات بعض الاصابات. حسام عاشور يمكن كان تعرض لكدمه في مباراه الوصل في التدريبات نظرا للحماس الكبير جدا. بنتمنى ان شاء الله بكره يكون تدريب يمكن جرعه فنيه باذن الله للكابتن محمد يوسف يستفيد بيها، وان شاء الله ربنا يوفقه في اختيار التشكيل الامثل مباراه المقاولين ومباراه غايه الصعوبه. لكن ان شاء الله عندنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني باذن الله تكون المباراه بنصيبنا يا كابتن ميدو. يا رب. والسلية اخباره ايه؟ السولية يمكن النهارده شفناه بيأدي الجري وخلاص، يمكن السولية داخل في مراحل الجري. النهارده كان بيجري خفيف مع اجاي مع علي معلول مع احمد فتحي، يمكن المجموعه دي النهارده كانت بتأدي الجري الخفيف حول الملعب. ويمكن كمان تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل كل اللعيبه يمكن اللي احنا اتكلمنا عليهم يمكن اسابيع يمكن اسبوعين. يمكن الشناوي بس هو الوحيد اللي يمكن يطول ثلاث اسابيع شويه. هو الشناوي كان مصاب قبل الماتش ولا اصيب اثناء الماتش؟ يمكن الشناوي يعني في البدايه، يعني طبعا احنا قبل المباراه ما كانش في اي حاجه في خلال التدريبات. الشناوي كان بيأدي التدريبات بشكل يمكن رائع جدا، لكن واضح ان في البدايه في كوره في البدايه كده اثرت على الشناوي. حس يعني شفناه كده من بعيد وسالناه كمان قال يمكن انا في بدايه المباراه حسيت بنكزه بسيطه كده يعني، ويمكن اكيد النكزه دي اثرت اكيد بشكل كبير لان الكوره اللي طلع فيها طبعا في الهدف اللي يمكن احرزه اللاعب فتحي ولاعب نادي الوصل الاماراتي ممكن تكون دي كان ليها تاثير عليه بشكل كبير لان هو طلع يمكن بشكل كبير جدا من المرمى. لكن هيطول يمكن الشناوي ممكن ياخد كمان الى اربع اسابيع لان عضله الضم انت عارف بتاخد وقت شويه يا كابتن ميدو. لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المصابه تعود من جديد، اللعيبه اللي خلاص المراحل النهائيه باذن الله. النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه خلال الفتره اللي جايه يا كابتن ميدو. كريم انا بشكرك جدا، كريم احمد زميل عايز، شكرا على هذه التفاصيلات، شكرا جدا ليك. يعني اتكلمنا معاه في حاجات اكيد كلكم كنتوا بتسالوا عنها. الشناوي بيقول ثلاث اسابيع ممكن الاصابه، انا سالته كنت متعمد اساله، الاصابه كانت قبل الماتش اثناء الماتش، الكره اللي طلع فيها يعني كان ضربتها بالبوكس وخلصنا. بس يلا بقى الحمد لله، انت مصاب اضربها بالبوكس وخلص لازم تمسكها. الحمد لله يعني موجود شريف اكرامي مع علي لطفي. عايز ابارك لطارق سليمان وعايز ابارك لعادل مصطفى، ان شاء الله يكون ليكوا دور في الفتره اللي جايه. عادل مصطفى كمان عنده طموحات كبيره جدا وشخصيه جميله جدا انا اعرفه عن قرب، ان شاء الله يكون ليه دور في الفتره اللي جايه مع محمد يوسف. موقف صعب، كلنا لازم نكون متماسكين وكلنا لازم نكون حوالين النادي وحوالين اللعيبه. ان شاء الله ترجع الثقه بسرعه جدا في يوم مباراه المقاولين.
مباراة صعبة هنتكلم فيها مع ضيوف الكرام بعد ما اقول لكم الاخبار بسرعة. خلاص احنا اتكلمنا على وليد سليمان وكلمنا على كوليبالي وكلمنا على الشناوي وكلمنا على فتحي وهاني. كابتن حلمي طولان بعد التعادل مع الطلائع الجيش النهاردة بيقول عقلية اللاعب المصري زي الموظف. تصريح غريب جدا بصراحة. النهاردة تعادل 1-1 وكان كسبان وتعادل 1-1 مع الاتحاد مع طلائع الجيش. قال في تصريح غريب جدا ان اللاعب المصري بعد ما بيجيب جول خلاص بقى عامل زي الموظف بيشتغل ولما يعمل فلوس ينام في البيت. ده تصريح الكابتن حلمي طولان. يعني انا عايز اقول ان المدرب بيبقى ليه جزء كبير جدا من تفكير اللاعب وثقافته. يعني مش هحمل اللاعب، يعني انا بصراحه ما بحبش احمل اللاعب او الطبيعي او المنطق ان انا كمدرب انا اللي بتحكم في اللاعب. واتكلمت معاكم في الاول مش عايز اقعد اعيد في الكلام. انا كمدرب انا المسؤول عن كل حاجه، انا المسؤول عن ثقافه اللاعب، انا المسؤول عن ان انا اللعيب يبقى مركز معايا 90 دقيقه، انا المسؤول عن احماله التدريبيه. وانا يعني قال في انتقاده للاعبين في الدوري المصري قال انا اللاعب لا يستطيع خوض مباراتين متتاليتين بنفس الاداء الجيد والقوة البدنية مؤكدا أن سيسي وبناهيني ومجدي كانوا بعيدين عن مستواهم الفني في لقاء اليوم. ومين اللي بدي اللعيب جرعاته البدنية ومين اللي بدي له الثقة في نفسه مش عارف. يعني تصريح بصراحة يعني مش عارف. الكابتن طلعت يوسف بيقول كنت واثق من فوز المقصة على إنبي، مباراة كانت مباراة شكلها أوروبي هنتكلم فيها برضو مع ضيوفنا الكرام. وأنتوي مهاجم خطير، أنتوي بيحتل صدارة ترتيب هدافي أفارقت الدوري المصري بعد ثلاثية إنبي. أنتوي أحرز النهاردة هاتريك. أنتوي كنت سامع حد بيقول إن هو مش هداف. طيب يلا نطلع فاصل عشان اتأخرت على ضيوف الكرام عشان أسامة حسني بيفضل باصص لي من ورا الكاميرا كل مرة. نطلع بسرعة فاصل عشان نستقبل نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم والكابتن الكبير الكابتن حمادة صدقي والكابتن الكبير كابتن أسامة حسني. استنونا بعد هذا الفاصل. مستمرين معاكم في ملعب الاهلي ونورني وشرفني طبعا نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم. منور الدنيا كابتن. كابتن حميد طلعنا من حاله الحزن شويه. مفيش حزن خلاص، كل الفرق الكبيره حتى ريال مدريد واخد ثلاثه. ده في فرق كتير مش كل الفرق بتكسب على طول يا كابتن. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. منور الدنيا كابتن. الله يخليك كابتن حماده صدقي نجم مصر ونجم النادي الاهلي. منور الدنيا كابتن ميد. ربنا يخليك حبيبي. اهلا بيك. خلصت اسامه ولا ايه؟ كله تمام. لازم انا وانت كده منور الدنيا يا سيدي. ربنا يخليك يا كابتن سميد. وسعيد طبعا موجود مع كابتننا الكبار كابتن شريف وكابتن حماد. طمنا عنك. كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. يعني ان شاء الله ممكن في خلال يوم او يومين يخرج من المستشفى ويروح الفندق والحمد لله الامور كويسه بفضل الله. هيرجع امتى باذن الله؟ لا يرجع دي لسه بقى يعني ممكن يعني الدكتور ما حددش بس يعني ممكن يكون مع بدايه اول شهر 12 يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه. عليك الامور الحمد لله تمام. الامور كويسه الحمد لله بفضل الله. كل يوم يعني بكلمه وشفته كذا مره يعني من خلال الفيديو كله الحمد لله الامور كويسه بفضل الله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يطمنا عليه ان شاء الله. الكونفدراليه نهائي الكونفدراليه النهارده الرجاء المغربي كسب فيتا كلوب الكونغولي 3-0. طبعا عارفين ان الرجاء المغربي المدير الفني بتاعه مستر جاريدو. كل التوفيق ان شاء الله للرجاء في مباراه العوده. اعتقد 3-0 نتيجه كبيره جدا ان شاء الله تكون نتيجه مريحه في مباراه العوده. كابتن شريف عندنا ماتشات كتيره النهارده في الدوري العام. كان في النهارده ماتش اوروبي لو اتفرجت عليه ماتش مصر مقصه وانبي. خلص 4-3. بطوله انطوي وبطوله مارشال. بطوله انطوي. بطوله انطوي. انطوي كان النهارده ممكن يطلع اكتر من 3 اهداف 4. في كوره في الاخر كده قبل نهايه المباراه حطها بدماغه لفها في الكوره في العارضه ورجعت للراجل بدماغه الثاني الافريقي الثاني ومنين من موزمبيق ولا ما اعرفش منين بيلعب جنبه منين فحطيتها برده في ايد الجون. كان باربعه كان هيبقى 4 اجوان جايبهم انطوي النهارده. شكل هجومي جميل جدا. اوبن جيم مفتوح الفرقتين. تقدم المقصه وبعدين التعادل وبعدين المقصه وبعدين التعادل. الفرقتين موجودين محيرين الاجهزه الفنيه بتاعتهم مش عارفين
هم مش شغالين صح ولا مش شغالين صح، هم متاخرين ولا هم متقدمين، طمعانين في المباراه ولا مش طمعانين. تبص لك كاميرا على خالد، قصه انه بعد ما يجيب جون وهو متعادل تحس ان هو اللي بيروح يجيب الكره بسرعه، وهم اللي عايزين يبقى عندهم حافز. انا شفت انطوي بعد الجون الثاني راح جاب الكره بسرعه فعلا، كله بيروح يجيب الكره بسرعه عشان حاسس ان هو هيروح ويعوض ما فاته. انما هي مباراه كبيره جدا، ابطالها اللاعبين الحقيقه اللي موجودين، ليس في يد اي مدير فني فيهم اي يد الحقيقه. اللعيبه هي اللي مقرره انها تلعب الاوبن جيم ده، ومحاوله الاخذ بقى الثلاث نقاط في كل الفرق على فكره، مش الفرقتين دول بس. انا بقيت شايف في لغه دلوقتي في الدوري ان كل الفرق بتندم، مفيش حاجه اسمها زي ماتش المصري والانتاج النهارده شعار لا انكسار لا انتصار، يعني ما نطلع حبايب، ده مش موجود في الدوري في الفتره اللي فاتت دي كلها. فانا شايف ان طبعا المباراه اللي انت اتكلمت عنها دي مباراه تعتبر مباراه برازيليه في الدوري المصري، ودايما الدوري البرازيلي هو اللي احنا بنشوف فيه الاهداف الكتيره، بنشوف فيه الرغبه دايما في احراز اهداف، ما ببصش للي فاتني، بعوض بلعب لعبي العادي. ما فيش النهارده ما شفتش كور طويله، بقت برده كور على الارض وفي مساحات، وكور العرضيات برده ما زالت هي اللغه الامثل في عرضيات الكور العرضيه، هي اللي بتجيب الاجوال وهي مفتاح التحركات بتاع الفراوده اللي موجوده، والعامل الاساسي هو في دخول اللاعبين جوه ال 18 اللي انا بتمناها ان شاء الله لنادينا الحبيب، ان احنا عندنا اكثر من مهاجم في هذه المنطقه. يا رب. كابتن حماده، المقصه بيحتل المركز الثاني مؤقتا، يعني عنده لاعب 15 مباراه عنده 26 نقطه، لسه الزمالك لعب 12 مباراه عنده 29 نقطه، ولسه كمان بيراميدز لعبه 12 مباراه وعندها 23 نقطه، يعني المركز الثاني دلوقتي الناس في العام للجدول ماشيين كويس. النهارده كانت مباراه مفتوحه قوي، تحس ان المباراه فعلا مش في الدوري المصري، طموحات مصر المقاصه بتكبر ماتش عن الثاني. النهارده فعلا المباراه مع ان انبي كان محتاجها جدا، ما تعرفش مين اللي هيطلع كسبان. لا بس هي المقاصه كان افضل. المقاصه يمكن انبي بدا بالاهداف، يمكن باخطاء كره من بعيده بيحطها مارشال، يمكن شاطه من بعيده خطا من احمد عادل. كان صعبه ولا سهله يا كابتن حماده؟ لا شايف المسافه بعيده وما فيش حد قدامه، كان ممكن ياخد خطوه قدام، كان يقفل الجون، المسافه بعيده قوي كان ممكن يطلعها. الجون الثاني اللي جابوه برضه امبي خطا دفاعي يعني كارثي، لعيب في وسط ثلاثه كره عرضيه وبيحولها بدماغه داخل المرمى. المقصه عنده ثلاث مهاجمين او ثلاثه افارقه، لا عاملين متعه في الاداء قوه. انا يمكن ممكن اقول ايريك تراوري ده نجم الدوري، يعني محدش واخد باله منه خالص، لكن هو محور فريق المخصص ايريك تراوري، لعيب هايل بجانب طبعا فوافي، وبجانب جون انطوي اللي اي فرصه قدام الجون ما يعني لو جات له اربع فرص بيجيب ثلاثه. فوافي من اللعيب اللي بيعرف يخلق فرصه للتهديف. يمكن عندهم بقى اخطاء دفاعيه كبيرة في فرقة المقاصة، لكن لو عنده قدر يعمل تماسك دفاعي في قلب الدفاع المشاكل اللي بتحصل عنده، لا الفرقة دي بقى ممكن تنافس بشكل كبير. لكن هي مشكلتها العمق الدفاعي عندهم، قلب الدفاع في مساحات عندهم ورا كتيرة، ولكن استغلال الفرص حتى كل ما شاطهم لازم في التهديف، بيأدوا بشكل كويس جدا. المجموعة الهجومية محمد رمضان بيصنع اللعب بشكل رائع طبعا، ريكو واقف في نص الملعب بشكل كويس، توني لعيب كويس، يعني عندهم لعيبه مجموعه لعيبه كويسه جدا في الشق الهجومي بيعملوه، وعندهم السرعات اللي بيتحولوا بيها بشكل كويس جدا، لكن هم الافضل. يمكن امبي بيعاني بقاله فتره من الاداء من نتائج. النهارده يمكن الاهداف اللي جابها كانت اخطاء من المقصه، مش شغل معمول من فرقه امبي، فرقه امبي بتعاني بشكل كبير جدا، لكن شفت المقصه النهارده يستحق الفوز. يمكن زي ما قال كابتن شريف كان في فرصه في الاخر رابعه، وكانت ممكن تترد بجون عليهم برضه في خطا دفاعي في اخر مباراه. فهي المباراه حلاوتها في الاهداف، سبع اهداف تتفرج عليها، عشان كده بيقولوا عليها مباراه برازيليه فيها اهداف كثيره، الناس بتستمتع بالاهداف. ولكن الاداء كان رايح للمقصه يمكن افضل يعني. اكيد كابتن اسامه، يعني بالرغم من الكابتن طلعت يوسف لعبه يعني باين شخصيته الالتزاميه قوي، لكن في فعلا في اخطاء كبيره جدا في العمق الدفاعي زي ما قال الكابتن حماده، مع ان في اثنين مساكين اللي هو طه عادل ومحمد دبش، اثنين مساكين كويسين جدا. فايه السر اللي في كده؟ المقصه
جاي فيه 13 هدف ويعني معدل بس جاب 18 هدف، لكن عنده مشاكل النهارده كان بالتحديد في الناحيه الدفاعيه. النهارده يعني عايز اشكر الاثنين مديرين فنيين، الكابتن طلعت يوسف الكابتن خالد متولي. النهارده يعني من احسن مباريات الدوري الممتاز من اول ما اتلعب من الاسبوع الاول. النهارده لو قيمنا النهارده كمباراه هنقول مباراه مصر مقصه وام من احلى المباريات فعلا، من حيث حتى كميات الجري. النهارده من اول دقيقه لدقيقه 90 ما شفناش لعيب وقع في الارض او في تضييع وقت والكلام ده. من اول دقيقه لاخر دقيقه كميات جري كبيره جدا. الاثنين فرقتين واقفين بدني يعني على رجلهم كويس. الفرقتين كل فرقه بتبحث عن الفوز. النهارده يعني في يعني من الماتشات الحلوه جدا النهارده. يعني جون انطوي بعيد نفسه تاني. بقول انا يعني النهارده من المهاجمين المميزين الموجودين على الساحه في مصر. وفعلا النهارده هو طول عمره لا 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 يعني في فترات كان ممكن بيغيب، ولما بيغيب كان بتحس ان مصر المقاصه فاقده 50% من قوتها. دي حقيقة في جون انطوي. لما بيكون فايق لا بينقل مصر المقاصه نقله ثانيه. خلي بالك النهارده لو شفنا الهدف الاولاني بتاعه الكره اللي طلع عالي وزحلقها وبعد كده جري هو في ال 18 اتعملت له بالعرض وهو اللي كملها. لا ده واحد مهاجم لا التحرك بالربط دوت لا ده مهاجم عالي جدا. حتى في اقتناص الفرص من ربع فرصه بيخلص. النقطه بقى اللي انت بتقول لي عليها وكابتن حماده بيتكلم فيها حته العمق الدفاعي مع كابتن طلعت يوسف. دي كان كابتن طلعت يوسف بيلعب بيها في الاول. اول ما تولى المقصه كان عنده التامين الدفاعي ده بشكل كبير. بدا دلوقتي يتحرر شويه من الحته الدفاعيه. ودي ظهرت في التشكيله اللي احنا قدامنا دلوقتي. لو احنا شفنا هتلاقي جون انطوي مهاجم، محمد رمضان وفوافي تحت المهاجم، عندك عاصم سعيد عنده النزعه الهجوميه، عندك ايريك تراوري بيلعب ديفندر لكن عنده نزعه الهجوميه. شفناه النهارده هو اللي طاير على طول. ده ايريك ده هو يعني شادو سترايكر بمعنى ما انا بقول لك. لا ده خلي بالك على التشكيله بيلعب ديفندر. لا ده كان طاير النهارده بالزبط. وكان الكابتن طلعت موقف ريكو هو صمم الامان. الحلو بقى ان هو في اخر المباراه بدا يضمنها، راح منزل هاني سعيد بدا يمسك نص الملعب اكتر. اخد الكابتن خالد متولي معايا على التليفون ونرجع نكمل كلامنا. كابتن خالد اهلا بيك وهارد لك. حبيبي كابتن عبد الحميد وسلامنا طبعا لكباتن مصر طبعا ترافولتا الكره المصريه كابتن شريف عبد المنعم. خالد حبيبي حبيبك يا شريف وكابتن حماده السيدي طبعا اخويا وحبيبي خالد. ازيك يا كابتن خالد؟ والهداف طبعا كابتن اسامه. خالد هارد لك النهارده جميعا كابتن يا ابو الكباتن. والله يا كابتن انا ما عارف اقول لك ايه، يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. هارد لك النهارده، عملت ماتش هايل واداء ممتع بصراحه. كوره جميله جدا بتعملوها بس في ايه؟ يعني انت قول لي في ايه؟ لا بص يا كابتن عبد الحميد، هو في عدم توفيق غير عادي، ولكن الحمد لله احنا يعني التيم يعني حتى في الاداء كل الناس بتثني على الاداء، ولكن طبعا النتائج هي المهمه جدا وخاصه في خلال المرحله ديت. انت لما تيجي تلعب برضو عندك بعض النواقص زي صلاح سليمان وبرضو زي عارف السيد طبعا عامل رباط صليبي، فانت بتوظف ناس خد بالك سترايكر، لان عندنا عند ليب دوت انا جايبه من الدرجه الثانيه برضو لازم ياخد وقت عشان يخش. فبتحط في المنطقه ديت مارشال، عودة مارشال. عودة مارشال بيلعب زي يعني لما بيجي يلعب مثلا اثنين او ثلاثه تحت واحد، فهو بيلعب طرف يمين او طرف شمال. تمام، الشيكا بيلعب برضو طرف شمال او يمين. عندك نوح قاعود. فبتوظف الناس ديت بتشتغل كسنتر فيرو. فدي برضو في عندنا نقص في الحته دي مهم جدا. في بدايه الموسم كان عندنا حراسه المرمى بنعاني منها واخد بال حضرتك، وكان في اخطاء دفاعيه كتيره جدا. فبرضه يعني الاولاد الصغيرين سواء البلعوتي او سواء محمود جاد، فده طبعا كان ريسك احنا اشتغلنا عليه بعد رحيل عماد السيد في نهايه الموسم اللي فات واخد بال حضرتك. كان في اخطاء دفاعيه كتيره جدا حملتنا كتير، يعني كنا بنعمل مباراه جيده خطا دفاعي او من حراسه مرمى، فكل الامور دي دخلتنا في القصه دي. فاشتغلنا فالحمد لله المستوى ابتدى يزيد، الانسجام بقى احسن، التوظيف ابتدى يشتغل، ولكن هي لو ماتش مع الثاني اكيد الثقه هترجع للفرقه. ماتش واحد عادين. ماتش واحد بس بالظبط. ماتش او اثنين يا كابتن عبد الحميد اكيد هتبقى في حته ثانيه تماما. فاحنا بس برضو احنا عندنا ثقه في الله وثقه في انفسنا يعني، وبنشتغل على دوت، وفي دعم جامد جدا من مجلس الاداره، هو ده برضو اللي موقف الواحد على حيله ومتقله. فان شاء الله نتمنى باذن الله التوفيق بس في خلال المرحله اللي جايه. وبصراحه كابتن خالد بعد الاداء اللي انت بتعمله لازم يبقى في دعم من مجلس الاداره، وطول عمر مجلس اداره نادي انبي بيقدر ان في شغل بيتعمل وفي اداء بيبقى موجود جوه الملعب، فعشان كده بيدي الحريه الكامله للمدير الفني ان هو يعمل اللي هو عايزه، خصوصا انت مدي مؤشرات لكده.
والله الحمد لله كابتن عبد الحميد، انت طبعا كنت لعيب طبعا قديم في نادي انبي وعارف طبعا سياسه نادي انبي، واخد بال حضرتك اداره محترمه. كابتن حماده صدقي طبعا انا كان ليا الشرف ان انا طبعا تعاونت مع كابتن حماده صدقي طبعا من المدربين المحترمين اللي انا بحترمهم. الله يخليك يا كابتن. طبعا عارف ان في اداره محترمه بتدي الباور والسبورت للمدير الفني، واخد بال حضرتك، وبعد كده في الاخر بتحاسبه. فاحنا الحمد لله رب العالمين، يعني انا عندي ثقه في الله ثم ثقه في التيم وثقه في نفسي انا شخصيا مع الجهاز، ان احنا باذن الله ان شاء الله يعني مباراه واخد بال حضرتك بمكسب هترجع الثقه للاولاد كلهم. لكن انا يعني حاضنهم بشتغل معاهم بقوه، بنحاول نحول السلبيات لايجابيات. النهارده كانت مباراه ممتعه جدا يا كابتن عبد الحميد مع تيم محترم، كان في تكتيك من الناحيتين، كان في اهداف غزيره، فاعتقد بتدي حلاوه برضو للدوري. يعني ده احسن مباراه شفناها لغايه دلوقتي. والله الحمد لله، بس يعني دعواتكم كده وان شاء الله نطلب التوفيق من ربنا. كابتن عبد الحميد، كابتن، ابرز النقاط السلبيه اللي حطيتك عليها النهارده كانت ايه؟ لا كان في اخطاء دفاعيه طبعا، والكابتن حماده طبعا قادرة وشايف طبعا. لا كان في اخطاء دفاعيه، مع العلم يا كابتن عبد الحميد ان احنا مقررين الاولاد، لان مصدر الخطوره في المقصه الثلاث افارقه، يعني ما شاء الله زوافي مع جون انتوي مع ايريك بيدوا يعني هجوم غير عادي. يا محمد رمضان كمان كان النهارده شكله، محمد رمضان برضو، لان انا كنت يعني محمد رمضان كان بيلعب سواء في الجنب اليمين او في تحت فرود، فكان حمدي بيسقط عليه، كنت مثبت الحلواني، كنت لازم في رقابه لصيقه لجون انتوي. فطبعا علي، بس علي النهارده ما كانش موفق في الجنب اليمين بتاعنا، فكان في اختراقات من الجنب ده. وديت عبد الرحمن عامر يقفل معاه في الجزء ده، ولكن يعني طبعا اللعيب طبعا حضرتك بتقول له تعليمات وبتشتغل معاه، فممكن يتهاون او يكسر. حملنا كتير سواء يعني ضربه جزاء، الكورتين بالعرض، حتى الكره الثابته يا كابتن عبد الحميد دي مشكله، يعني الكره الثابته بتاخد وقت، بتاخد تمركز، بتاخد رقابه جيده. فلا يعني في بعض الاخطاء الدفاعيه النهارده حملتنا طبعا الهزيمه دي. ان شاء الله كابتن خالد كل التوفيق ليك. المباراه الجايه مع مين؟ ان شاء الله المباراه هي يوم الخميس الجاي مع نادي المصري بورسعيدي. دي مباراه مؤجله. فين؟ فطبعا دي مالهاش اسم على اثنين وفي ملعبنا. فاتمنى ان شاء الله يعني الاولاد يعني يقدروا المسؤوليه، لان تيم ام بي تيم كبير، اتولد كبير، وان شاء الله يعيش كبير. اكيد يا كابتن، اكيد ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله ليك، ويعني المؤشرات بتقول ان انتوا فرقه قويه جدا وبتقدموا اداء ممتع جدا، ان شاء الله يكمل على خير بمكسب باذن الله. كابتن خالد متولي المدير الفني لنادي ام بي، شكرا جدا على هذه المداخله. لازم نشكره طبعا كابتن خالد متولي وكابتن طلعت يوسف. بقول لك استمتعنا النهارده بالمباراه داخل الملعب بصراحة، واستمتعنا خارج الملعب النهارده يا كابتن ميدو. يعني كان في فكر وكان في تغييرات النهارده لما شفنا الكابتن طلعت يوسف وهو متقدم بدا يمسك نص الملعب ويامن النواحي الدفاعيه بتاعته ويشتغل على المرتدات، وكان عمل كره خطيره لما بدا ينزل هاني سعيد ويعمل التوازن في نص الملعب. برضه لازم نشيد بالكابتن خالد متولي، لاخر ثانيه نادي انبي بيبحث عن الفوز في تغييراته. النهارده شفنا محمد زكريا شيكا نزل عمل فارق برضه في نص الملعب من اللعيبه اللي جم السنه دي من فاركو، لعيب كويس في الدوري المصري. لما شفنا برضه نوح سعداوي اللاعب المغربي عمل اضافه، فبدا ينشط الناحيه الهجوميه عشان يعني يعوض فرق الهدف. جات له الفرصه في الاخيره عن طريق مارشال، الكره اللي سددها اللي جت في العارضه كان ممكن تطلع النتيجه 4-4. 4-4 الكره دي كان 4-3، والكره جت في الاخر انطوي كمان برده، وكره انطوي ده بعديها، لا بس دي كانت قبليها. فكل مدرب كان يعني فاتح الجيم. استمتعنا بالمباراه النهارده، زي ما بقول لك كان في حتى معدلات جري كبيره جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه، ما حسناش بما يعني من حلاوه المباراه ما حسناش بيها. لكن ضربه الجزاء اللي جت كان فيها اعتراض شويه من الكابتن خالد متولي، لا تتحسب يعني، كان فيها تراوري عدى بالراجل والراجل خد رجله ضربه جزاء. وكمان هو ابراهيم يحيى ما اتكلمش، يعني ابراهيم يحيى عمل ضربه جزاء وما اتكلمش، لكن خد بعضه من ايه؟ عملها وخد بعضه من طلع هو اللي اعترضه، وبعد كده رجع يكلم الحكم تاني. فلا الثلاثي طبعا الهجومي جون انطوي فوافي
محمد رمضان. محمد رمضان عمل مباراه كويسه جدا النهارده. تراوري كلمه كان سر يا اسامه. تراوري انا قلت لك تراوري، خلي بالك تراوري جه من تحت. إريك تراوري هو اللي رمضان برده النهارده اللي ناقص. يعني شفت الهدف اللي اتعمل بتاع جون انطوي اللي لعب براسه ونزلت لتراوري المكمل، هو اللي كملها لجون انطوي بيلف تاني جون انطوي بيلف. لا لا يعني لو خلي بالك برده يعني برده ده تفاهم عالي بين الاثنين. انت النهارده عشان يشتغل في المساحات دي ما عندك محمد رمضان لعيب كويس بيعرف يوقف على الكوره، عنده رؤيه يقدر يعطل الكوره في نص الملعب، يقدر عنده رؤيه يفتح على الجناح. لا في لعيبه كويسه جدا. طبعا انا فوجئت بيه النهارده الحقيقه، ركزت معاه كده النهارده. ورامي صبري النهارده كمان الثوابت يعني الخطا اللي عمله النهارده مع خبراته الكبيره دي، ان هو طلع قابل انطوي والكوره باين قوي ان انطوي هياخدها، وبعدين انطوي راح سرقه في التيرن يا اسامه، وراح واخد الكوره حطها جون. كان في الهدف الاولاني الهدف الاولاني بص يعني انا بقول لك بس هو الخطا بتاع يعني اخطاء ام في عمق الدفاع هي دي كتير. هي الهدف دوت يعني اللي هي في بطء شويه، المفروض جون انطوي حتى لو طلع خدها لازم في عمق دفاع كويس باكين. وبعد ما بيتحرك لازم اتحرك معاه تاني كمساك يعني الراجل لعبها ويتحرك في تفاهم كبير جدا. انطوي لمس ورامي لسه في الهواء عقبال ما رامي نزل. النهارده ميدو زي ما الكابتن حمدي بيقول لازم في لو المساك طلع لازم المساك اللي التاني ما بقاش نفس الغلط، لازم اكون تحت شويه والباك ضامن لو اتعملت يبقى هو اقرب للكوره. طالما الكوره من العمق لازم الاربعه يبقوا قافلين، بيبقى قافلين بعمق شويه، ما فيش خمسه بالظبط كده بقى الاربعه قافلين، واحد طالع اثنين بيبقى عاملين العمق من تحتيه. لكن كانوا هم فاتحين حتى الباكين فاتحين السر الباكين يمكن حصل عمق في العمق. الماتش ده فكرني يا حماده بالماتش بتاع الاهلي السنه اللي فاتت برضه بتاع 3-2 ده، مش كده؟ كانوا هم المقصه برضه، كان برضه فوافي وانطوي عملوا علينا جيم وبيقطعوا من جنبه وبيقطعوا من بعد كده مش في نهمش. ده إيريك خدوا بقى إيريك ما شاء الله 3-4 ماتشات يعني. بص الثلاثه دولت لما كانوا بيغيبوا عن المقصه طبعا المقصه كان بيتغلب في اول موسم. يعني اي غيابات للثلاثه دولت بتبقى مشكله كبيره للمقص، بيعملوا فارق بشكل كبير جدا مع المقص. يمكن بدايه الدوري كان في غيابات، جون انطوي طرد، مش عارف فوافي كان عنده اصابه، وكان إيريك لوحده، كان امور متعثره معاهم شويه. لكن الثلاثه موجودين في الملعب مع محمد رمضان بيبقى الشكل بتاعهم هجومي بشكل كويس جدا، يعني بيمتعونا يعني صراحه. حتى صلاح عاشور لما نزل برضه نزل وقت قليل حوالي 10 دقائق برضه بنت يعني عمل خطوره في الكورتين. الكره اللي عملها جات له العرض عملها لمسه واحده جون انطوي اللي شاطها جت في العارضه، والكره الثانيه اللي كان كل بقى فريق انبي بيهاجم في الوقت ده، وهو لما استلم ضرب خط الدفاع وكمل فيها برضه شاطها. فبرضه حتى التغييرات النهارده يعني الناس كانت مركزه، حتى تغيرت يعني الناس عملت شغل النهارده بالظبط. برضه عايزين يعني برضه نثني للمره المليون على إيريك تراوري، لعيب بمواصفات عالميه بصراحه، مستوى ثابت دوري كله، ديفندر وصانع العاب وبيكمل ورا الفراوده وممكن يجيب اجوان، مفيش عنده اي مشاكل خالص ما شاء الله، حاجه جميله جدا. اي نادي يكون في حاجه لمثل هذا اللاعب. عايز اقول لكم ان طبعا جون انطوي النهارده هاتريك في الدقيقه 33 و50 و62، ومحمد دبش بعد ما اخطا في الهدف الاول اعتقد احرز هدف التعادل في الدقيقه 37، مارشال في الدقيقه 26 و45، وحمدي فتحي في الدقيقه 53 دي اهداف مباراه مصر مقصه وانبي. نروح لمباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش يا كابتن شريف. وكالعاده الاتحاد السكندري بيتقدم في الشوط الاول وبيرجع يتاخر او يتعادل في الشوط الثاني. الاتحاد السكندري 1 طلائع الجيش 1، شفت المباراه بشكل عام برضو ازاي؟ والله الاتحاد السكندري كان بعد الفوز السابق في المباراه اللي هو كان محتاجها كان انبي برضو انبي برضو انبي انبي في انبي وتفوق على انبي 1-0. كنا شايفين اداء اعتقد ان الفرقه دي ما بتقدرش حماده تلعب ماتشين في الاسبوع، يعني كل ثلاث ايام ماتش ما بيبقاش نفس الاداء ونفس الحماس. يعني رزاق سيسي ده لما نتفرج عليه في مباراه انبي بيجر 6-7 لعيبه وياخدها من ناحيه الشمال ويجري وعامل عمق. كابتن شريف حضرتك بتتكلم في حاجه الكابتن حلمي طولان بيتكلم فيها، هو انا لما يكون عندي اقول فرقتي ما بتنفعش تلعب ماتشين في الاسبوع، او دي مسؤوليه مين؟ دي ما انا بكلمك عن نوعيه اللعيبه اللي بتلعب المباراه النهارده. انا عشان اقول لك التحليل الشكل اللي هم عملوه النهارده اللعيبه دي وضحت لنا من على خلال المباريات ان هم طالع نازل ابسايد داون زي ما بيقولوا. النهارده النهارده بيدوا لك ماتش كويس، بكره بيبقوا نص نص حتى على ارضهم بيلعبوا على ارضهم كويس قوي، وزي الاسماعيلي كده يروح يلعب بره ارضه كويس جدا، يجي على ارضه ما بيبقاش كويس قوي. يعني في فرق احنا بنحلل ليهم الشكل اللي هم بينزلوا بيه. فرقه اتحاد النهارده توفقت في الضربه الحره اللي هو جابها خالد قمر
بيقولوا ان حارس المرمى ساعده فيها واقف ورا الحيطه وكان انا ما شفتش ان هو كان واقف بس الراجل ساعدته ظهر الحيطه وعمل التاتش فيها او حاجه زي كده وغيرت وراحت في زاويه ما حدش جاب يعني. سيره التاتش ده وقالوا لا دي ملعوبه 10 على 10 لان ما هي فيها مساعده الجون بس انا اعتقد كان حاطط هو اتحرك بس غلط عشان بس هي عملت بقى يعني الناس مش واخده بالها هي عامله بند عامله بند في واحد في الحيطه في الزاويه يعني مغيره رايحه في الزاويه هو ده اللي الجون حصل له الخداع فيه الفرقه طبعا تحت اداره الراجل البلجيكي الجديد عايزه تحس انك انت مش من اول مره بقى هنفضل ناخد نوك اوت نوك اوت بنفس الشكل فطلع النهارده عمل هو تغييره في نص الملعب مسك نص الملعب شويه على نادي الاتحاد وبقت الماتش ما بقاش حاجه يبكي عليها فرقه طلايا حسيت بوجود فرقه طلايا في التمكن مع سيطره نور السيد في الملعب وداوده انما برضو حسيت ان في الماتش بقى رايح جاي بين الفرقتين الا برضو العرضيه اللي هي نجح فيها مصطفى محمد اللي هم دايما بيقولوا ان هو محتاج لعرضيات كتير جدا للاطراف بتاعته تشتغل وده النقص اللي هو موجود في فرقه رايت الجيش انك انت ما عندكش الاطراف اللي هي بتشغل واحد زي مصطفى محمد مع انه بطيء مش سريع قوي انما هو كمهاجم بيعرف يقف في المنطقه دي وبيعرف يترجم اي فرص بتجيله لاهداف فضلت المباراه لاخر دقيقه او اخر حاجه يعني هي مش مباراه جامده قوي انما الجميل فيها ان كنت ممكن تلاقي اي فرقه منكم تقدر تلدغ الفرقه الثانيه تمام كابتن حماده كابتن حلمي طولان بعد التعادل طلع قال عقليه اللاعب المصري زي الموظف والفريق ما يقدرش يلعب مباراتين او اللاعب المصري ما يقدرش يلعب مباراتين متتاليتين هي بص هي مباراه متكافئه يعني فرقتين يمكن نفس المستوى كان في حذر الاثنين ماسكين الكوره في نص الملعب يعني في ضغط قوي جدا في نص الملعب يعني ما كانش في فرص حقيقيه موجوده في المباراه يمكن الاتحاد جاب الهدف من كره ثابته الشوط الثاني اول ما نزلوا فريق طلاع الجيش مصطفى محمد من اللعيبه اللي جايه يمكن بعد الاصابه اللي كان فيها ايام ما كان في طنطا جاله رباط صليبي لكن هو كان مهاجم واعد بشكل كبير جدا شايف ابتدى يرجع بشكل كويس يمكن هو محل انظار اجيري هو يمكن من اللعيبه الاساسيه في منتخب الاولمبي دلوقتي مع كابتن شوقي سجل هدف رائع هو راجل فايتر في ال 18 بيعرف بيروح بقوه وقدر يستغل الكره العرضيه اللي اتعملت له بشكل كويس تغييرات كتيره يمكن بس شفتها ايام محمد حلمي وكان موظف احمد سمير بشكل كويس احمد سمير شفناه اساسا بيلعب باك ليفت بيلعب هاف ليفت ولكن النهارده بنشوف نص الملعب بيبقى عامل شغل كويس جدا عموري من اللعيبه المهاريه يعني عنده كذا لعيب في نص الملعب لعيبه مهاريه بتعرف تخلق فرص بشكل كويس يعني عنده عموري عنده مؤمن بريق من لعبة كويسة قوي رزق الاربعه بتوع نص الملعب او ثلاثه بتوع نص ملعب عندهم النزعه الهجوميه فتلاقي دايما عاملين يخلقوا فرص كتيره جدا يمكن هو النهارده يمكن هو كان مامن شويه بالناحيه الدفاعيه اللي ورا الاربعه اللي ورا يمكن ما شفناش الاطراف بتزيد يعني عاصم من الناس اللي دايما تزيد ما زادش كتير قوي النهارده دايما تلاقي طرف يمين رايح يبقى الثلاثه ورا واقفين بشكل كويس قدامهم رزق كان بيحاول يحافظ على الشكل الدفاعي بتاعه اكتر عشان كده ما لقيناش فرص كتيره من الفرقتين زي ما انت قلت في اجهاد كبير جدا رزاق سيسي بره الفورم خالص النهارده في اجهاد الخطوره مش موجوده عند نادي الاتحاد يعني هو دايما اللي بيخلق دايما الفرص وهو دايما اللي بيجر الفرقه والسرعات خالد قمر بيستغل الكور العرضيه اللي بتيجي كتير من رزاق سيسي ما كانتش موجوده النهارده خالص فما تلاقيش خطوره كانت موجوده يمكن في نادي الاتحاد بالشكل اللي دايما نشوف نادي الاتحاد في ملعبه بيستغل الجمهور بيستغل الشحن الموجود في الملعب قلنا بعد الفوز مع امبي بره ملعبه يمكن كان حصل مشاكل قبل كده في الخساره لما استقالته الحاج محمد بالظبط كده وده حاجه جميله جدا من مجلس الاداره كبير جدا بالظبط كده فكسب امبي الجمهور النهارده كان عنده امل كبير جدا للفوز في ملعبه مع على الطلائع الاثنين في منطقه واحده السادس والسابع قريبين جدا المكسب اي مكسب من الفرقه من الفرقتين بيطلعوا لقدام بشكل كبير يمكن هو مكسب بالنسبه للطلائع النهارده تعادل والتعادل بطعم الخساره بالنسبه للاتحاد مع تصريحات كابتن حلمي طولان لا يعني مش يعني ما احبش اقول كده بس هو شايف طبعا لعيبه النهارده ما كانوش على قد المسؤوليه على قد انت خدت التفايز بره ملعبك المفروض في ملعبك مع فريق بينافسك في نفس المكان يبقى اقوى من كده هو زعلان حزين طبعا فبيصرح بيقول لعيبه عندي بيكسب ماتش وينزل ثاني ماتش
هو شايف كده طبعا. انا الحقيقة ما سمعتوش والله، بس ده اللي انا شفته بعيني يعني. يعني مش ده المستوى بتاع فرقة الاتحاد اللي بعد الانكسار والبتاع عاد بشكل كويس في ماتش انبي. كان هو عايز يكمل فوز في ملعبه مع فرقة يعني في مستواه قريبة منه، بس ده الماتش على ملعبه، فعايز يستغل الملعب في حتة الفوز يطلعه للمركز الخامس ولا حاجة، كان يطلع يفرق معاه بشكل كبير يعني. الماتش ده أكيد فوز بالنسبة له، أو للجيش يعني. أكيد الجيش برضو مع مدرب جديد كان عايز يحقق برضو الفوز، بس هو بره ملعبه النقطة بالنسبة له تعتبر فوز يعني. أكيد. أسامة، مين اللي بقى مسؤول عن الحالة البدنية للفريق؟ مين مسؤول عن استشفاء اللعيبة؟ مين مسؤول إن هو يرجع اللعيب بعد يومين ثلاثة يلعب ماتش فورمة عالية جدا؟ هو مفروض أنت تبقى عندك معد بدني هو اللي بيقدر يوقف الفرقة على رجلها من أول الموسم. السنة دي كان في عندك فترة كويسة جدا لكل الأندية إنك تشتغل فيها فترة كأس العالم، ودي ما كانتش متواجدة من فترات طويلة، إنك أنت دايما كل المواسم متلاحمة، فأنت كان عندك فترة حوالي شهرين في بداية الموسم، كل فريق عمل فترة الإعداد بتاعته فترة كويسة، وقف اللعيبة على رجلها، كان في الاختيارات تقدر تختار، عملية الانسجام كانت تمت بشكل كويس، فمفروض أنت بتشتغل وعارف إن السنة دي إن الموسم طويل جدا، فكنت لازم تقدر تشتغل على النواحي البدنية دي كويس جدا من بداية الموسم. تمام. لكن الموضوع النهاردة حتة تغيير الأجهزة الفنية. يعني هتلاقي الاتحاد السكندري غير. هنتكلم فيه، عاملين له موضوع خلي بالك. طيب. بعد ما نخلص ده هنتكلم فيه. ما أنا بقول لك، ما حتة أنت داخل، كل مدرب داخل على الشغل اللي قبليه، أنت ما تعرفش الفرقة دي وصلت النواحي البدنية لآخر نقطة إيه. لكن الاتحاد السكندري النهاردة وطلاع الجيش يعني 1-1 هي نتيجة عادلة للمباراة. شفنا الاتحاد السكندري في أوقات مسيطر، وشفنا طلاع الجيش في أوقات هو المسيطر، لكن الاتحاد السكندري النهاردة كان عندك الأفضلية، أنت في أول 4-5 دقايق ولا في أول 6 دقايق خالد قمر أحرز هدف، تلعب على ملعبك، لازم يبقى أنت ليك السبق إنك أنت تركب المباراة. لكن دي نقطة سلبية عند الاتحاد السكندري بقالها فترة. السنة دي لو شفنا الاتحاد السكندري ما شاء الله في كل المباريات أو معظم المباريات هتلاقيه بيسجل، عنده خط هجومي او خط المثلث اللي قدام خالد قمر وبناهيني وسيسيه، حتى التغييرات اللي بتنزل لما فوزي الحناوي بينزل كمان بيعمل اضافه، عنده خط هجومي. لكن مشكله الاتحاد السكندري كانت في الاطراف الخارجيه اللي بره الباكين وخط الديفنس دايما، وحتى في حراسه المرمى هتلاقي حصل فيها تغيير برضه، شفنا الهاني وشفنا قبليه كان جون الرجاء اسمه محمود الزنفلي برضه حصل فيها تغيير برضه في خط الظهر. في بدايه الموسم ما كانش هو الاستقرار بتاع خط الظهر، دخل الكابتن حلمي بدا يغير، كان عنده مشكله في الاطراف، بدا يدخل ناصف، بدا يدخل احمد مجدي مش مركزه باك رايت، هو كان بيلعب ديفندر في نص، هو اتوظف اتوظف في المكان ده عشان يبدا يسد الحته الدفاعيه بتاعت الباك رايت، فهو شغال فيها كويس الى حد ما. لكن الاتحاد السكندري النهارده وسط جمهوره يعني، لو انا بتكلم وانت كسبان في اول 5 دقايق لازم تطلع بالمكسب، لكن النهارده برضو الحي اللعيب طلع الجيش عملوا مباراه كويسه، وعندك مصطفى محمد من اللعيبه هو دايما بيشتغل على الكرات العرضيه، فانت خلاص انت كمدافع وانت عارف ان مصطفى محمد مميز في الحته دي، سواء بالكرات العاليه او الكرات العرضيه اللي بتبقى على الارض، لازم ما تديلوش المساحه انا كمساك انه يديله فرصه ان هو يلعبها، لا لازم ابقى لازق اول الكره ما تيجي ناحيه اليمين او ناحيه الشمال لازم الزق فيه، ان هي دي يعني 80% من خطوره مصطفى محمد هي في الكرات دي. لكن احنا لو بنتكلم عن 1-1 هي نتيجه عاديه للمباراه. البلجيكي لوك ايميل اول مباراه مسكها مع طلائع الجيش النهارده وقال لك انا كنت ممكن اكسب الماتش، كنت عايز اكسب الماتش، وعمل تبديل ثاني بنزول احمد جعفر مع مصطفى محمد، الراجل كان نازل طمعان في الماتش. هو بدا يعني اول مباراه لي، فطبعا زي ما بيقولوا اول مباراه دي بيبقى ليها حماس، واول مباراه ليها الشده بتاعتها، لسه جديد على الدوري، لسه ممكن ما عرفش الفرق، لسه هيحط ايده على فرقه طلائع الجيش، هيعرف نقاط القوه ونقاط الضعف فيها ويبدا يشتغل. لكن يعني برضو انا مش عايز يعني، هو هيدي معنويات لكن هو ماسك بقاله كام يوم نحكم عليه، لسه ماسك بقاله 3 ايام اجتماعات يعني او 4 ايام. بيقول لك يا كابتن يعني اي مدرب هيبقى عنده الشكل والطمع الهجوم انه يكسب المباراه انا عارف انت مش كنت لسه ده يبقى مدرب كويس يعني. لا انت الفرودين مش الفرودين بس انت لازم تساعد اللعيبه حماده. انا النهارده انت مدرب وكلكم مدربين وزي الفل،
انا النهارده بقى عايز اساعد لعيبتي في نص الملعب. عايز اساعد هو عمل كلامك الديفندر. لا عايز اساعد الديفندر بتاعي. كابتن شريف مؤمن بنظريه هو لعب النهارده يا جماعه بس عايز اشرحها لكم بس. لا احنا انا عايز مؤسس لعيب معايا عماده وعارف احنا كفراوده بنريح نص ملعبنا وبنريح الديفندر بتاعي وبريح الجون بتاعي. احنا اول خط بيقابل في الفريق. احنا اول خط بيهدد الفريق الاخر. انت كنتش بتدافع. احنا اول خط بنبقى بتدافع. كنت انا كنت بلعب يا ابني باك ليفت لغايه الونج رايت وعماد يقول انا كنت باك ليفت انتهي ناحيه مصطفى عبده واعمل معايا سويتش مصطفى عبده. هي مش كده عشان يقعد يحكي لنا بس على انا مش هحكي لك حاجه. انا عايز بس عايزك تؤمن معايا ان التطور اللعيب الفرق وطريقه اللعب اتطورت كلها. كل واحد يقول لك 4-2-3-1 على حسب امكانياته حسب الاشكال بس بتتطلب مجهود كبير قوي من الناس بتلعب قدام او نص الملعب اللي هو تحت الفراوده. أيوة. بتتطلب ميكانيزم جامد قوي ان هو يحفظ وتمرنه كتير. اذا كنت هتلعبه 4-4-2 ولا 4-2-3-1 النهارده فوافي جامد تحت رمضان جامد او زي ما مدى إيريك عامل حاله بنت لذينه ما تجيش مش اي لعيب يلعبها. ما عندكش الفورمه ده موجوده في كل الفرق. طب اقول لك على حاجه مش عارف هتوافقني ولا لا. بتعتمد على مدى استيعاب اللعيب الخطه من مديرهم الفني. الموضوع بس طب انا هقول لك على حاجه. انا هقرب لك الدنيا حسب امكانيات اللعب اللي عنده. نوعيه انا اقدر اشتغل هقرب لك لعب لعب في الودين يا عم. انا هقرب لك الدنيا خلاص. انتوا الاثنين بيلعبوا كره طويله عشان حماده او عبد الحميد واسامه ما كانتش الاطراف معاكم شغاله والهافات عندكم اللي تحتيكم تقال مش هتروحوا تجيبوا جوان انتوا. انما انت يا عبد الحميد هقول لك وايام كنت بتلعب روح خدها لي ورقص 1-2-3-4 وروح واجول واحد لواحد هتعملها. انما هتبقى تحت ضغط اربعه واحد بيقفل عليك من هنا واحد بيقفل عليك من هنا والتاني واحد وفي ليبرو وراه ماسكك قاعدين يضربوا فيكم. لازم انت يبقى معاك سبورت جنبك زي اللي عمله انطوي النهارده. احلى حاجه عملتوها النهارده في الاستوديو الجون اللي شرحته بتاع انطوي. الراجل راح لما طلع لعب الكره بدماغه مين اللي ساعده؟ الفندر اللي جاي من تحت اللي جاي من تحت. شفت بقى في شكل هجومي موجود اهو. هو اللي اتنين هم شكل مش بعيد قوي. هو حماده كان ده راجل قريب منه فاستلم الكوره التاني لف ونزل راح مديله ريسيفنج تاني عشان هو بكل قلاطه انا مش هقول بكل ارتياحيه حس ده حطها كمان بحس الهداف لان لا سبورت. كابتن شريف اللفه بتاع زون انطوي بعد ما لعب الكوره يكمل شفت في تفاهم عالي جدا. انما لو لعبها بدماغه ما فيش حد وقف او ناس متاخره ويا سلام لو جنبه لاين فيرود كمان جاي والراجل اسمه ادو مارشال ده خد الكره بشماله ومش لاقي حد راح طاق من جرب راحت عامله بند وداخله في عمل على ربنا. والجون الثاني جون ميت واحد جون ثلاثة دول بيصطادوا يا عيني دول غلابه. ما مش عايز اقول لخالد انا مش عايز اقول لخالد. خالد قال جمله جميله جدا. انا عندي 2-3 لعيبه واقعين مني مش مسندني في الملعب مش عارف اعوضه. عنده غيابات مؤثره جدا هي دي. هو ده عشان كده اتغلب عشان كده بيتغلب عشان كده مش عارف يعوض ماتش الاتحاد. بيوظف لعيبه من نص الملعب يعني مارشال ده اساسا عشان اقفل لك الحكايه دي بيوظفوه. انت كنادي اهلي برضو لو ما لعبتش مهاجم لان انت مطلوب منك ان انت تكسب بس هتبقى متاخر قوي. وده اللي حصل لنا في الاثنين فاينل. تمام. انا سميتهم اثنين فاينل يعني. تمام. المباراة خلصت 1-1. خالد قمر في الدقيقة 6 ومصطفى محمد في الدقيقة 47 وكان المدرب البلجيكي عمل حاجة جديدة كده ان هو بينزل يسخن اللعيبة بين الشوطين تاني او بيعمل لهم سبرنت تاني علشان ينزلوا داخلين في الجو على طول. يا أسامة بس الشياكة النهاردة لابس بدلة وبتاع لسه اسود واحمر اسود واحمر لسه ما دخلش. لكن اجمل ما في اللقاء هو الطفل مصطفى اللي كان في بداية المباراة كانت حاجة جميلة جدا. حاجة جميلة جدا صراحة ولفتة طيبة جدا من نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد. وان شاء الله ربنا يشفيك يا مصطفى ولعيب كويس كمان لما جايب الكرة جون كمان ان شاء الله. خلي بالك من حاجة بس معايا وليد صلاح الدين. طب اقول لك على حاجة بس قبل كابتن وليد. منور الدنيا يا كابتن وليد. يا كابتن ميدو وليد انا اللي مكسبك ماتش امبي الاولاني يا وليد. انت اللي بنور الدنيا انت والكباتن الكبار. حبيبي حبيبي وحبيبي يا وليد. على كابتن شريف وكابتن حماده وكابتن اسامه حبايبي مبروك وهارد لك النهارده ما نقدرش نقول لك. الحمد لله. الاول طمني على الاكل. كان اكل حلو؟ اكل ايه؟ دلوقتي كان في اكل جامد يعني ولا ايه؟ ماشي يا عم. ده ملك ملك ده اسكندريه بقى مزاج. كابتن وليد طبعا بتقدموا ماتشات كويسه جدا ببارك لك على الاداء لكن دايما بيبقى بيحصل حاجه اعتقد كمان انتم مش فاهمينها في الشوط الثاني. يعني الحمد لله برضو احنا بنلعب فريق كبير الجيش وكنا متقدمين كان نفسنا طبعا ناخد الثلاث نقاط عشان نروح خامس الدوري
كانت هتفرق معانا، لكن الحمد لله يعني عندهم مفاتيح لعب كتير، رزق هايل، احمد سمير، مصطفى محمد مادي بشكل كويس قوي بالظبط، فرقه تقيله. وانا شايف انه تعادل عادل بالظبط، يعني احنا خدنا الشوط الاول والجيش خد الشوط الثاني، والحمد لله يعني الحمد لله الاداء كمان كويس. يعني كنت سمعت لك تصريح ايه كابتن شريف؟ الاختلاف اللعيبه كابتن وليد زي سيسي كده، بتفرج عليه في ماتش الاتحاد انبي بيجر فرقه انبي وراه لغايه تقول لغايه 80 دقيقه، وبعد كده بتغيره او حاجه زي كده. النهارده هو اوت اوف فورم خالص، الحاله دي بتحصل في كذا لعيب وبناهيني كمان. كان النهارده الكابتن حلمي طولان بعد الكابتن حلمي طولان بعد المباراه بيتكلم في اللي كابتن شريف بيتكلم فيه، قال ان اللعيب المصري عقليته زي الموظف. بصراحه انتقد حاجات كتير جدا في اللعيب المصري، وانا اعتقد انها كانت يعني تصريحات كان متاثر شويه بالتعادل، ولا ايه رايك في التصريحات دي؟ يعني خلينا يعني انا مش عايز اقصوا على اللعيبه، اوكي اللعيبه بتقدم كل اللي عندها، برضو احنا فريق لان العدد مش كبير، البدائل مش على نفس مستوى اللعيب الاساسي. سيسي بيلعب بقاله مثلا حوالي 7-8 مباريات، كل 3 ايام مباراه. خد بالك احنا داخل بنلعب بطوله عربيه، وده اثر جدا، كانوا راجعين من الترجي في تونس، وبعد كده دخلنا على الزمالك في الوسط كاس، والدوري شغال. احنا فريق من الفرق اللي ما ريحتش خالص. خد بالك احنا الفريق الوحيد اللي لاعبين 16 اسبوع بالظبط، مع البطوله العربيه مع كاس في حمل تقيل على اللعيبه الاساسيه تحديدا، ما تغيير اجهزه كمان. انت والانتاج لاعبين 16 مباراه، بس احنا بنلعب بقى بطوله عربيه كمان. تمام زياده. تمام. كنت سمعت لك تصريح كابتن وليد، وده اللي بيحصل فعلا دلوقتي، دي حقيقه. كنت سمعت تصريح في الراديو بتقول ان كل الدوري باستثناء فرقتين كل لعيبه شكل بعض، وانا مش عارف ممكن اكسب المباراه دي، مش عارف المباراه الجايه ممكن اعمل فيها ايه. انا قلت الكلام ده، بس انا رايي 3 فرق، قلت الاهلي والزمالك وبيراميدز. تمام. الثلاث فرق دول عندهم عدد من اللاعبين المتميزين اللي ممكن يعملوا فرقتين وثلاثه. يعني دي نقطه مهمه جدا في الجدول وفي الدوري، ان انت لما لعيب زي سيسيه كده يجهل يبقى البديل بتاعه على نفس الكفاءه. تمام. ده موجود في الاهلي وموجود في الزمالك وموجود في بيراميدز. تمام. فالفرق اللي بعد كده بقى المصري والاسماعيلي والاتحاد والباقي كله هيعاني معاناه شديده، لان مباريات كتير، كل 3-4 ايام مباراه، مساله تبقى صعبه يعني. تمام، ان شاء الله كل التوفيق لك كابتن وليد. كابتن اسامه حسني معايا. كابتن وليد ازيك؟ كابتن وليد تتفق معايا ان الاتحاد ممكن يدعم في يناير في الحته الدفاعيه دي؟ يعني احنا بنشوف الاتحاد كل مباراه بتجيب اهداف، لكن دايما بيدخل اهداف في نادي الاتحاد. بتفق معاك تماما، ومش في المكان ده بس، لا احنا عندنا اماكن كذا مكان عايز تدعيم، واظن ان كل الفرق هتدعم. يعني مفيش فريق مش هيدعم نفسه، من اول الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم اقوى 3 فرق، لكن كل واحد هيعمل التدعيم اللي هو محتاجه. هجيبوا اللعيبه منين؟ تدعيم، وبتفق معاك جدا يعني. 27 هدف كتير قوي يا كابتن وليد. بتفق معاكم، يعني كان المكان ده ما فيهوش استقرار شويه، برضو كان في جهاز فني قبل كده كابتن محمد عمر، واشتغل بشكل كويس قوي، ويعني عمل اللي عليه، بس على طول دايما المكان ده ما فيهوش حد ثابت. يعني لعبنا بازوكا وويلسون، ولعبنا رزق، ولعبنا جبر، يعني اللعيبه كلها اللي في المكان ده لعبت، فممكن يكون لسه ما فيش تجانس بينهم، ممكن يكون الخبرات شويه، ممكن يكون لان لسه كانوا جايين. كابتن محمد عمر كان جايب جبر من الرجاء، وكان جايب رزق برضه من الانتاج، ومروان داخل من المنتخب الاولمبي، لسه ما فيش تجانس شويه. ان شاء الله كل التوفيق ليك في اللي جاي. مين المباراه اللي جايه ان شاء الله يا كابتن؟ عندنا الزمالك ان شاء الله كمان 3 ايام في البطوله العربيه، وبعد كده سموحه في الكاس، وبعد كده سموحه في الدوري. شطير. يعني سموحه رايح جاي، هنلعب سموحه في الكاس، وبعديها بثلاث ايام نلعب سموحه في الدوري. يعني اقول لك ايه؟ يعني حاولوا تغيروا التيشيرتات. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره في نادي الاتحاد السكندري، كل التوفيق ليك وكل التوفيق لفريق الاتحاد وجمهور اسكندريه. انت عايز تقول حاجه قبل ما يدخل؟ لا، خلي بالك مصطفى الولد المصاب التعبان، لقطه حلوه جدا النهارده انه ينزل يلعب كره. طبعًا البدايه طبعا، خلي بالك المكان
جون مين في المكان ده؟ ايوه الكوره اللي لعب فيها المكان ده مش الجون ده، خلي بالك ده مصطفى خالد قمر جاب الجون هنا في المكان، ومصطفى ده. محمد برضو نفس الجون اللي جابه نفس المكان، نفس المكان. اه والله حاجه. فانا كان رايي الاتحاد خليه يشوط هنا ويشوط هنا عشان انا عشت تجربه مع الاطفال دي. ربنا يشفيه طبعا، ربنا يشفيهم ورب كلهم، ربنا يبعد عنهم ان شاء الله يبقوا زي الفل. هي كانت لقطه جميله جدا اكيد. هو خلى كمان المباراه ليها طعم كده، مباراه جميله. مباراة الانتاج الحربي والمصري انتهت بالتعادل بدون اهداف يا كابتن شريف، نتكلم فيها بعد الفاصل. جميل، يلا بينا. حضراتكم من جديد، لسه بنتكلم على ماتشات الاسبوع ال16. كان الانتاج الحربي المصري، كان الانتاج يعني في امس الحاجه للمكسب، كان هيبقى في المركز الثالث. كمان المصري كان في امس الحاجه للمركز، لان المصري البورسعيدي في المركز ال15 برصيد 13 نقطه. صحيح لي اربع ماتشات او خمس ماتشات، لكن برضو يا كابتن شريف شفت المباراه ازاي؟ والله انا شايف فرقه المصري، شايفها ازاي؟ مش شايف المباراه دي بس ازاي، فرقه الانتاج الحربي ازاي؟ شوف المباراه دي، المباراه دي ما فيهاش اي حاجه يعني انا اقدر اعلق عليها كتير، غير كابتن مختار عمل تغييره، نزل هشام شحاته باك ليفت، وراح مطلع احمد شديد هناوي بيساعد في نص الملعب، وكان حاسس بشكل معين هو ان فرقه المصري عايزه تلدغه في اخر خمس ست دقائق كده او في الوقت الضايع، فكان عنده احساس ان هو عايز شويه تدعيم لنص ملعبه، فحس ان احمد شيدي ناوي عنده من الكياسه ومن اللياقه ان هو بيمسك الكره في نص الملعب ويقدر يعمل في الاطراف اي شكل هجومي مع هشام شحاته يثبته. هو ده الشكل اللي انا عجبني كفنيات يعني جوه الملعب. غير كده مفيش بقى، غير ان كابتن مصطفى يونس برده وارس تيركا النهارده مش لطيفه يعني، لعنه حسام حسن وابراهيم حسن ما مشوا على الفرقه دي، واضح ان هم بيتاخروا جامد قوي، فا اي حد هيجي يمسك مكانهم برحيل كمان كابتن ميمي، فالدنيا شكلها مش حلو. كانوا محتاجين الفرقتين، كابتن مختار مبتدي الدوري الاول على الدوري، ووصل لمرحله ان هو كان الاول على الدوري بالظبط، وبعد كده كابتن مختار هو اللي قبل الاخير على الدوري مع حتى النادي الاهلي عشان تاخر الثمان ماتشات ولا حاجه، فشكل غير مقبول. فكل منهم خارج من اصابات يعني، خارج زي امبي كده، امبي واخد اصابتين، كابتن مختار بيتغلب ماتش ويرجع يتعادل ماتش ويتغلب ماتش ومش عارف يقف على رجله تاني بفرقته، من مش عايزين نقول عليها بقت من الفرق الوهميه اللي احنا كنا متوعدين فيها ان هي عندها شكل كويس جدا، بقت زيها زي فرقه المصري برضو، حصل لها حاله بعد الارتباطات اللي كانت في افريقيا وبعد الضغط اللي جاي وبعد حسام حسن وابراهيم حسن والناس دي كلها، حسينا الفرق بتنزل بتقع، اللعيبه بتهبط، اللعيبه زي ما احنا قال لك كده كابتن حلمي، اللعيب المصري فيه عيب ان هو يا اما يجيب نفسه زي الاسماعيلي كده يجي يلعبوا قدام بيراميدز يروحوا مكسرين الدنيا، وبعد كده الماتشين اللي بعدهم انا ما تلاقيهمش، ونفس اللعيبه ونفس الامكانيات ونفس الجهاز الفني، ففي حاجه بتحصل، حاله بتحصل على حكايه الماتشين في الاسبوع واحد دي، ابتديت احس ان انت بتقول ايه العلاج، ايه العلاج اللي لازم يجيبه دكاتره، لازم يكون في دكتور للفرق دي مش المدربين بس، يعني المدربين يجيبوا دكاتره يقعدوا كده يتكلموا مع الفرق مع اللعيبه اخباركم ايه بتاع يفتشوهم يعني بالبلد يعني. انت فاهم انا بقول ايه؟ لا انا عايز اتكلم على النقطه دي، نقطه عدم انتظام المسابقه للظروف الظروف الكبيره اللي بنمر بيها، الفرق كلها اللي بتشارك في افريقيا والبطوله العربيه وتاجيل ماتشات وتوقفات ودوري بيقعد هيقعد اكتر من سنه. الله يكون في عون المدرب المصري اللي بيشتغل في الدوري المصري السنه دي بالذات. انت مفروض لو انت عندك بتعمل برمجه للسنه كلها بتبقى عارف الماتشات بتاعتك امتى، واعدادك بيبقى عامل ازاي للاعداد، الاعداد البدني اللي انت تقدر تعمله قبل الموسم او خلال وبتبني خلال الموسم بشكل معين، ولكن بتيجي تلاقي توقفات يعني وتاجيلات كتيره، تاجيلات مش موجوده عندك في الدوري،
ودي غصبا عن لجنه المسابقات يعني حصل مثلا ماتش عشان المصري مش قادر يلعب في الملعب الفلاني فتاجل ده الاهلي المصري وبيلعبوا في بطوله افريقيا فبيضطر ياجل لهم ماتشات عشان يبقى مرتاحين في البطوله الافريقيه دخلت عليك البطوله العربيه الحاجات دي مش موجوده في الجدول قبل المسابقه طب يا كابتن امال الدول معطوله السؤال ده بقى لنا ما انا اقول لك على حاجه لما يكون يعني الدوري منتظم والمدرب قبل الموسم عارف توقيتات نهايه الدوري والدور الاول يخلص امتى بتعرف تعمل برمجه لكن المدرب المصري ده بطل انا بتكلم على الدوري المنظومه نفسها ده الله يكون في عونه يعني بيبذل مجهود عالي جدا عشان تقدر تعمل الاستشفاء في الوقت كل ما الدوري يقف ويرجع تاني تحس ان الفرقه كلها بتبتدي من تحت من الصفر المستوى مش حلو يعني بعد ما الدوري بيسخن والدوري شغال والماتشات بتبقى المستوى بيترفع بشكل كويس بيجي توقف بتيجي تاجيل بتيجي بتاع بتلاقي الشكل متغير ده بيأثر حتى على البرمجه لما تيجي تعمل برمجه للحمل التدريبي بتاعك بيحصل مشكله بتحصل اصابات فدي بتبقى خارجه ممكن تبقى جزء عيب على المدرب او الجهاز الفني او الطبي والجزء الثاني عدم انتظام المسابقه يعني كتير جدا الفتره اللي فاتت ماتشات اتاجلت كتير عشان بطوله افريقيا عشان اقدر ادي مساحه للقائمه ال 25 تاخد راحتها معاها اجنده نعم معاها اجنده بالارتباطات الافريقيه والعربيه والمحليه نفس السنه دي معلش اجنده السنه دي لا في لا في لا لا قبل الموسم معروفه مدرب ادى فرقته خمس ايام يا شرحهم وادري جابهم تاني ده بتاع كان وادي عايز اقول لك على حاجه بس يا كابتن معروف قبل الدوري الموسم ده موسم استثنائي في البطولات الافريقيه للانديه ان هيغير نظام المسابقه والبطوله الافريقيه هتبقى في شهر 7 او شهر 6 فكان معروف من الاول وكان الاقتراحات من عامر حسين كابتن عامر ان يلعب مجموعتين عشان ياثر عدد الاسابيع عشان ما نوصلش اللي احنا فيه دلوقتي من الاصابات من الاجهاد اللي موجود عند الفرق كان لازم في لازم نعمل شكل للدوري السنه دي بالذات استثنائي عشان ما اقدرش العب انا هبتدي دوري في شهر 8 وانهي في شهر 8 وبينهم سنة. بقى حاجة سنه ما فيش دوري في العالم كده طبعا فالمدرب اللي شغال في الدوري المصري ده بطل اللي بيقدر يعدي المراحل ديت يقدر يعمل برمجه غريبه جدا يعني مش في الكوره خالص يعني فالله يكون في عونهم كلهم عشان كده حصل الموضوع اللي انت هتتكلم فيه بعد كده موضوع تغيير المدربين خبك ده موسم استثنائي ليه انت النهارده كان كاس الامم كنت هتلعب في شهر 2 او شهر 1 شهر 1 شهر 1 تخلص كانت 10 2 تبدا 20 1 تخلص 10 2 انت رحلتها لنهايه الموسم تبقى في شهر 6 على ما اعتقد عندك برضو بطوله افريقيا كان النادي الاهلي بيبتدي الادوار التمهيديه في شهر 3 دور ال 32 ودور ال 16 دورين قبل بدايه الموسم وتبدا تدخل في دوري المجموعات على شهر 7 فانت بدات عايز تخلص البطوله الافريقيه في شهر 5 فانت اللي هتلعب في سنه واحده بطولتين بس هي الانديه اللي رفضت الانديه رفضت الاقتراحات اللي كانت متقدمه قال لك لا عايزين نعمل دوري عادي فقال لك خلاص دوري عادي خلي بالك السنه دي دوري بس كان لازم يعمل قايمه اكتر من كده السنه دي بالذات عشان الفرق بالذات اللي مشاركه في في, في 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 افريقيا وبطوله عربيه ده كتير الحمل عالي جدا عليه والاصابات شفناها عامله ازاي مع كل الفرق والفرق يعني كلها خرجت انا دايما بقول يا اسامه يعني ليه ما بنشوفش المشاكل دي غير في افريقيا؟ يعني الاتحاد بره الدنيا سلسه وجميله وفي ضغط ماتشات ما انت السنه دي احنا بنقول موسم استثنائي عشان تبدا تصلح كابتن حماده احنا طول عمرنا كده يا اسامه لا ما احنا قبل كده كنا ماشيين غلط انت عايز تبدا تصلح السنه دي بقى بالظبط السنه دي هيبقى موسم استثنائي بعد كده هتلاقي الدنيا منتظمه يا رب يعني المفروض يعني ان شاء الله وانت لما بقول لك ان كل فرقه محتاجه دكتور والكلام من ده نفسي كمان ان هو يقعد مع اللعيبه والكلام ده في الحاله اللي قال عليها حماده واسامه وانت شرحتها ده محتاجين دكتور فعلا اللعيبه ينزلوا بعد الماتش كده ما يرجعوا يروح يقعد معاهم ايه اخباركم الدنيا فيها ايه وما اعرفش ايه ويأهل ويساعد المدرب اللي بيتكلم طبعا تصدقني الحته دي احترافيه جدا وفي كل الدنيا في العالم كده الراجل اللي هو الترينر اول المدرب العام والمدرب والكوتش بياخد التفاصيل كلها من الدكاتره دي بيروح يقعدوا مع اللعيبه كلها يقول له ده تضغط عليه شويه ده تمرينه يبقى مش عارف ازاي ده ما بيخشوش في فورمه واحده وتركيبه واحده فالحته دي موجوده بره مصر مش موجوده عندنا الرياضيه تخش زي جهاز الاستشفاء اللي بيجيبوه اللعيبه جهاز الاستشفاء اللي هم بيجيبوه دلوقتي
بيحطوا نفسهم في التلج بعد المباراه دي اللي هو ابتدى مع اللعيبه المحترفه. كل الانديه بتتعمل، كل اللعيبه جايباها والانديه كلها عم تعمل كده. من الحاجات انت فاكر احنا كنا بنقعد في التلج من امتى؟ احنا في المختص مش في دلوقتي في حاجات طلعت جديده دلوقتي غير الجل. لا في جهاز بتحطه على رجلك وانت قاعد في البيت وانت قاعد تتفرج على التلفزيون لمده 30 دقيقه يعني كيف صبح خلاص. ده احنا ياما اتذنبنا في التلج والله العظيم. حميد باخد بالك من الاجهزه ده ايامنا احنا التلج جلبرتو. ايوه حميد ده خلي بالك شريف ركز على المنتجات الجديده دي. بص بقى اللقطه، كان جلبرتو كان المغطس بيتملي بعد المباراه لازم ننزل كل واحد ينزل اربع دقائق ملي الواحد تلج. كان جوزيه يجيب مثلا 15 لوح تلج كبار قد كده كان. لا كان بينزل بقى ايه، فهو بقى عايز يعني خاف من الساعه فكان بيلبس شراب في رجله كمان يزود البلاطين كان الشراب يعني هيحميه من البرد يعني. اسامه غياب محمد رجب النهارده هداف الانتاج اثر في اداء الانتاج؟ محمد رجب يعني بيعمل حاله في هجوم الانتاج، بيتميز بالسرعه ومع السرعه برده بيجيد التحركات وبيخلق المساحه وهو بيتحرك كويس وكمان هداف. يعني محمد رجب لا يعني من اللعيبه الفعاله في الانتاج الحربي. انا كنت متوقع النهارده الانتاج الحربي يعني راجع من فوز على الاسماعيلي واداء كان مشرف وكان في اسماعيليه يعني كنت متوقع النهارده يبقى الانتاج عنده الشراسه اكتر شويه النهارده زي ما كنا متوقعين من الاتحاد نفس الكلام. كسبان انبي مستحقاته متوقفه على ماتش النهارده. انا كنت متوقع النهارده الانتاج بيلعب على ملعبه هو محتاج اكتر الثلاثه بونت لكن الدوافع كانت عند المصري النهارده كانت اكبر. كان في مشاكل خلال الفتره اللي فاتت طبعا تغيير جهاز مدير فني كابتن ميمي عبد الرازق تولى ماتشين داخل بعد مباراه حرس الحدود برضو هزيمه في حرس وثلاثه فمفروض النهارده كانت الدوافع تبقى اكبر عن الانتاج بعد الاداء الرائع لامير اسماعيل لكن النهارده برضو شفنا مباراه حماسيه ما بين الانتاج الحربي وما بين المصري. يعني هي برضو النتيجه العادله للمباراه هي التعادل لا بس كان في روح قتاليه ومجهود بدني عالي جدا يمكن اكتر من مباراه النهارده. كان فيها كميه جري الماتش ده من الفرقتين. المصري عمل مباراه كبيره قدر يخرج من شويه من الضغوط اللي عليه. يعني كابتن مصطفى يونس قدر النهارده يعني الفريق في روح قتاليه في الملعب. الفرص كانت متاحه للفرقتين بقاله كتير قوي كابتن مصطفى ما تولاش مسؤوليه فنيه. يعني هو تقريبا هو طبعا هيئ اللعيبه للمباراه بشكل يمكن جيد. اللعيبه ممكن كانت تقع بعد المشاكل اللي حصلت بعد الهزيمه الكبيره المباراه السابقه ولكن النهارده قدر يعني يخرج شويه نوعا ما من الضغوط اللي كانت موجوده على فريق المصري على ما يجيب بقى مدرب يتولى المسؤوليه. ولكن النهارده فريق المصري النهارده لعب بروح قتاليه عاليه جدا النهارده قدام فريق شرس وقوي جدا. يمكن فريق الانتاج في مكانه كويسه يمكن تعثر في النص شويه ولكن النهارده هو في المركز الرابع عنده 23 نقطه. يعني كابتن مختار عامل حاله كويسه جدا مع التيم. برضه غيابات محمد رجب ست اهداف الفريق مقصر شويه في انهاء الهجمه اللي كان دايما موزي الدياره بيتحرك بشكل كويس تيدي بيتحرك بشكل كويس عنده شكل هجومي ولكن المصري تحس في اوقات هو الاثقل في الملعب النهارده. يعني حتى التغييرات اللي كابتن شريف اتكلم عليها كانت تغييرات من كابتن مختار اللي هو بحافظ على الشكل الدفاعي بقى اللي هشام بينزل وجديد قدامه قافلين المنطقه اللي كان بيتحرك فيها جاريندو قبل ما يخرج نزل فيها التغييرات المصري احمد ياسر عنده سرعات احمد جمعه يعني الاثنين يمكن فرقه المصري كانت بتفكر في الثلاث نقط اكتر في الاخر يعني هي كانت اقوى واشرس ولكن كان فرقه الانتاج فرقه ثقيله في الملعب يعني بيقدروا يتحركوا لكن في الاخر التغييرات فيها شيء من الحذر للكابتن مختار ان هو ما يخسرش المباراه قدام فرقه يعني عندها ضغوطات عاليه ومشاكل عايز اي متنفس تطلع بالظبط. النهارده كان بيأدوا بشكل قوي جدا بقول لك يعني المباراه دي كان فيها مجهود بدني عالي جدا من الفرقتين يعني كميات جري وضغط ما شفناش حلاوه قوي في الكوره بس لقينا فرقتين بيشتغلوا بالعنصر البدني اكتر من الفني في الملعب لاخر لحظه في رغبه في رغبه عند الفرقتين. كابتن حماده بتفضل وحضرتك مدير فني يبقى معاك مدير كوره؟ ممكن يعني برضو بتفضل مدير كوره باختصاصات مدير كوره ولا ممكن يبقى لعيب كوره واشتغل مدير فني قبل كده؟ بص هيبقى دايما لعيب كوره وبتاع ممكن
يعني فضل مدير اداري يعني مدير كده. مدير صحيح. مدير اداري مسمى بقى المسمى اصل المسميات دي كثيره. لا انا بتكلم على مدير كوره بس ممكن يبقى مدير كوره هو اختصاصاته بس زي الحاله بتاعت النهارده كده او مدير كوره كان مشتغل مدير زي هو زي مثلا زي حاله النهارده مثلا مدير الفريق مدير الفريق اللي هو موجود معاك اللي هو يقدر يعمل تنسيق بين في اللوائح بين مجلس الاداره واللعيبه او المدير الفني بيلبي طلبات المدير الفني بالظبط بيشيل عنه فكر في دي صح بيشيل عنه حاجات كتير في ناس يقول لك يبقى واد حنت بتاع كوره بيساعدني في مدير فني عايز يعمل كل حاجه وعايز يعمل هو عايز يعمل كل حاجه بس في مدير فني عايز يعمل كل حاجه ايوه هو بقى اللي عايز يعمل كل حاجه دي يا حمد انا بحب كل واحد بقى يعني في شغله يعني حد انا كمدير فني عايز شغل الملعب توزيع الادوار ولكن ابقى فاهم لامن بكل الحاجات الاداريه اكيد في واحد بيساعدني في الناحيه الاداريه أو ده هو مدير الكوره بيظبط الدنيا بشكل كويس جدا بس ما بيدخلش في الفنيات اهم حاجه خالص على الفنيات تمام هنتكلم عن ظاهره تغيير مدربين يا كابتن اسامه بس نطلع تقرير نشوف ظاهره تغيير المدربين في الدوري المصري كالعاده نرجع لحضراتكم على طول ظاهرة جديدة فرضت نفسها على بطولة الدوري الممتاز خلال نسختها الحالية هي رحيل عدد كبير من مدربي أندية الدوري الممتاز قبل انتهاء مباريات الدوري الأول حيث رحل الجهاز الفني لأحد عشر ناد بينما حافظت سبعة أندية فقط على أجهزتها الفنية التي بدأت مع الفرق في الموسم الحالي حيث كانت البداية مع عماد سليمان الذي رحل عن تدريب حرس الحدود بسبب سوء النتائج تولى بدلا منه طارق العشري الذي نجح في تصحيح مسار الفريق ثم غير فريق بيراميدز المدير الفني في ثلاث مناسبات حيث بدأ الموسم بالمدير الفني البرازيلي ألبرتو فالانتيم ثم تولى الأرجنتيني لافولبي القيادة الفنية ثم رحل بسبب سوء النتائج وتولى حسام حسن مهمة القيادة الفنية للفريق في الإسماعيلي رحل الجزائري خير الدين مضوي الذي فشل في إرضاء طموح جماهير قلعة الدراويش تم تعاقده مع المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا أما في سموحة فرحل علي ماهر أحد المدربين الواعدين في مجال التدريب عن الفريق السكندري بسبب سوء النتائج أيضا تم تعاقد مع طارق يحيى الذي رحل هو الآخر مع فريق بتروجيت قبل أن يتعاقد الفريق البترولي مع مؤمن سليمان العائد مرة أخرى للدوري بعد تجربة قصيرة في الدوري السعودي رحل محمد عمر عن الاتحاد السكندري تعاقد محمد مصلحي رئيس النادي مع حلمي طولان الذي كان على شفا حفرة من الإقالة هو الآخر إلا أن الفوز على إمبي جعله يثبت أقدامه مع زعيم الثغر في طلاع الجيش رحل محمد حلمي بسبب التعادل مع بتروجيت بثلاثة أهداف لمثلهم في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري تم التعاقد مع المدير الفني البلجيكي لوك في المقاولون العرب رحل المدرب المخضرم على نبيل تم تعاقد مع عماد النحاس حيث يرغب مجلس إدارة النادي في الاعتماد على التجربة الشبابية بإسناد المهمة لعماد النحاس الذي قام بدوره لتصحيح الأمور أما فريق نجوم المستقبل الصاعد حديثا للدوري الممتاز قام بتغيير مدربه حيث تولى المهمة الإسباني أنطونيو كالديرون إلا أنه رحل فجأة عن الفريق بسبب ظروف أسرية بالرغم من تحقيق العديد من النتائج القوية على رأسها الفوز على الزمالك بهدف نظيف لصلاح أمين ليتولى المهمة واحد من المدربين الرائعين هو الكابتن أحمد سامي في المصري البورسعيدي رحل حسام حسن عقب خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية ليتولى قيادة بيراميدز لم يجد مجلس المصري ضلته سوى في التعاقد مع ميم عبد الرازق حيث تعادل أمام الإسماعيلي ودجلة وخسر أمام الحدود بثلاثية نظيفة ليتولى مصطفى يونس المهمة الفنية بشكل مؤقت كما رحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الأهلي بعد خروج المارد الأحمر من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية
إنبي والجونة ودجلة والداخلية والإنتاج الحربي ومصر المقصة والزمالك، دول الفرق اللي احتفظوا بمدربينهم لغاية دلوقتي، في حين 11 فريق غير مدربينه، حرس الحدود وبيراميدز والإسماعيلي وسموحة وبتروجيت والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون العرب نجوم المستقبل والمصري وأخيرا الأهلي المصري. كابتن أسامة، 11 فريق غيروا مدربين، أنت كنت بتتكلم عن الظاهرة دي. آه، دايما التغيير يعني ممكن تجني ثماره أو بتدخل بقى في السكة التانية، خاصة في الدوري المصري. لما تجيب مدرب ممكن يدخل على الفرقة يكون قريب عارف الفرقة والدنيا تمشي، فتبدأ العجلة تدور معاك، أو لسه يبدأ يدخل يستكشف الفرقة فتدخل عملية تغيير تلقي بقى إيه بالسلبية بتاعتها. لكن كنا بنتكلم على نقطة مهمة، حتة الجدول السنة دي وضغط المباريات والنتائج، ولازم كل فريق كابتن ميدو لازم كل فريق مع مجلس الإدارة لازم يكون محدد الأهداف من بداية الموسم عشان أبدأ أشتغل على الأهداف اللي عندي، عشان يبقى المدير الفني اللي عندي عارف. في ناس بتلعب على المربع الذهبي، فأنا بجيب المدير الفني بقعد معاه بحدد له أن أنا عايز أطلع من ضمن الأربعة علشان يبقى ليها مشاركة أفريقية، فلازم يتم التدعيم على أساس الطلبات، أساس الطلبات بالظبط. بنافس على الدوري يبقى بقعد بنافس على الدوري، بنافس على أفريقيا لازم بدعم في حاجات معينة عشان يبقى ليا استمرار. لكن ظاهرة طبعا احنا شفنا أندية هنا بتغير ثلاث مرات كمان، يعني احنا الموسم ابتدى في شهر 8، يعني انت بتتكلم في 4 شهور، لا ده 4 شهور شفنا نادي واحد بغير. انا عندنا هنا نجوم المستقبل، يعني لو لقينا كابتن ضياء السيد هو اللي بدأ فترة الإعداد، بعد كده مشي، بعد كده دخل كالدرون، بعد كده دخل أحمد سامي دلوقتي ماشي بشكل كويس مع نجوم المستقبل. عندنا بيراميدز برضو ألبرتو، بعد كده الأرجنتيني لافولبي، بعد كده كابتن حسام حسن. في عندنا الإسماعيلي خير الدين مضوي، دخل فييرا. سموحة، في تغيير سموحة كنت أتمنى يتم استقرار على الكابتن علي ماهر، يعني الكابتن علي ماهر بدأ هو الموسم مع الفرقة، عمل فترة الإعداد، عارف النقط اللي عنده، بدأ يدعم. ممكن تمشي انت فترة من الفترات النتائج ما تساعدكش، لكن تبدأ الدنيا تتحسن بعد كده زي مصر المقاصة. يعني احنا شفنا مصر المقاصة مع كابتن طلعت يوسف في البداية ما كانتش على الشكل اللي ممكن يتمنوه مصر المقاصة، لكن تم الاستقرار على كابتن طلعت يوسف، بدأ يحط ايده على الفرقة، بدأ يعرف أفضل تشكيلة عنده أو أفضل توليفة ممكن يعملها. النهاردة بنشوف مصر المقاصة ماشي بخطة، يعني بخطة ثابتة، بدأ يكسب. لكن الكلام ده بيتم برضو في الأندية النهاردة اللي ممكن ما عليهاش ضغوطات، يعني أنت ممكن أستحمل زي وادي دجلة. يعني وادي دجلة النهاردة لما وادي دجلة جاب المدرب اليوناني في الأول تم انتقاده بشكل كبير، واحنا حتى الناس كل النقاد قالت ممكن وادي دجله السنه دي ينزل. لكن كان ماجد سامي يعني ليه هدف، هو جايب مدرب ليه فكر، ان هو يعني بيشبهوه بجوارديولا. الفكر ده بدا يجني ثماره بعد الاسبوع ال11 ولا الاسبوع ال12، بدا يبان لملامح لوادي دجله، ملامح في الملعب، بدا يقدم كره كويسه، والفكر اللي هو المدرب عايزه بدا يطبقه على اللعيبه. ده ما يمشيش مع الانديه الكبيره خلص. النهارده الانديه الكبيره لو انا جبت مدرب مع ثالث مباراه رابع مباراه خلاص، لا النتائج هبعد عن المنافسه، فمش هستحمل ده. ممكن يمشي في الانديه ممكن اكون في الوسط بعد كده ابدا ابني فريق ان انا انافس بيه. فانت النهارده التغيير على حسب انت اهدافك ايه كمدرب. في نادي هنشوف حرس الحدود، حرس الحدود على حسب اهدافك ايه، التغيير على حسب انت نفذت الاهداف دي. يعني حرس الحدود بدا بالكابتن عماد سليمان، كابتن عماد سليمان كان عامل فريق كويس لكن النتائج ما كانتش مساعداه، وكان بيقدم كره كويسه لكن النتائج مش مساعداه. دخل الكابتن طارق العشري، لا النتائج بدات تتحسن، النهارده ما شاء الله بيكسب الاسماعيلي، المباراه اللي فاتت بيكسب المصري، بدا يحط ايده على الفرقه، هيدعم في يناير، وهو قريب من فريق حرس الحدود. فانت زي ما بقول لك التغيير ممكن يجيب ثماره ويجيب ايجابياته، لكن في وقت تاني ممكن تلاقي السكه ماشيه مش زي ما انت عايز. تمام. وعماد النحاس كابتن شريف كان عامل نتائج سلبيه في الحرس، راح المقاولين عمل نتائج ايجابيه جدا. اذا يعني المعيار فين؟ المعيار هل هو حسن اختيار في الاول؟ هل هو زي ما الكابتن حماده بقى فيه تارجت متفقين عليه موفرين له اهدافه والمدرب راضي؟ هل المدرب بقى مضطر ان هو يروح مكان حتى لو هو مش راضي بالعناصر ولا الاهداف
اللي النادي عايزها بس عشان يكون متواجد وخلاص؟ هقول لك على حاجه. قول لي. الفرق ساعدت الانديه اللي هي اخفقت في الاول مع تغيير المدربين، يعني تلاقي مدرب زي ما انت قلته عماد النحاس اخفق في النتائج في مع الحرس، وجه مع المقاولين العرب خد استلم من علاء نبيل لعب تدويره كده صغيره بقى عنده روح المغامره في بتاع عماد سليمان لعب. اسف انا اسف عماد سليمان اللي كان ماسك عماد سليمان الحرس لا كويس مش عماد النحاس لا عماد النحاس لما جه في فرقه مقاولين العرب كان انا بكمل بس بعد كلام اسامه التغييره الناجحه، احنا بنتكلم في التغييره الناجحه. حتى علاء نبيل وهو ماشي اخونا وحبيبنا قال يا جماعه حتى لو انا ماشي كويس في ساعات بنغير القرفه يعني بنقول ايه ادم جديد وش جديد حاجه كده. وفعلا كانت الحكايه ادم الساعدة على فرقه المقاولين انها تقف على رجليها ويشوفوا تطور شكله تاني ويشوفوا اداء شكله تاني. بس الفرقه بقى كابتن ميدو ساعدت بعض ان ايه ما راحش مني كتير. يعني النهارده فرقه الانتاج الحربي ساعدت، كانت ماشيه زي النار، ساعدت الفرق اللي هي زي حرس الحدود انها لما تعوض في انا طول ما انا ماشي كويس مهما انت عوضت حماده واخفقت في الاول مش هتعرف ترجع. انما الفرق ساعدت بعض، الاتحاد ساعد الحرس، ووادي دجله الاتحاد ساعده، المقاولين العرب ساعد حرس الحدود ووادي دجله، فابتدت الحكايه تتشال زي الملاهي. ابتدت الفرق اللي كانت بقت تحت تلاقي تطلع يعني بتطلع لفوق. مباريات صعبه جدا. ومباريات كل ثلاث ايام ما بقناش عارفين وليد وليد صلاح الدين قال جمله حلوه قال لك انا مش عارف دي حقيقه. ايوه بالظبط للدوري العام ولا للعيبه دي نفسها هاخد منها ايه النهارده وبكره هتديني ايه وانا هلاعب. بيقول لك انا هلاعب الزمالك وبعدين هلاعب سموحه في الكاس وبعدين هلاعب سموحه في العوده. في العوده. بص يا كابتن احنا كل سنه في الميعاد ده او كل دوري في الميعاد دوت اللي هو نهايه الدور الاول تبقى عارف مين قريب للهبوط. النهارده مش قادر مش قادر تحسبها خالص. يعني قبل كده كانت تلاقي فرقه من بدري خلاص هي وقعت او فرقتين وتستنى تشوف بقى الحرب بين الفرقه الثالثه اللي نازله. دلوقتي ما تقدرش تقول مين في نهايه الدور الاولاني مين هيقدر مين هيهبط. السنه اللي فاتت كنت عارف ان في طنطا و في شراسه موجوده في ثلاث فرق ثلاث باينه من الاول والنصر كان عندنا ثلاث فرق احنا مرهنين عليهم من الاول. بس زي ما بيقول كابتن شريف اسامه قال ان التغيير ساعات بيدي لك ثمار وساعات بيدي لك حاجات سلبيه كثيره جدا. ما هو ده اكيد. بس انا برجع طبعا للاعبين نفسهم ما فيش حاجه اتغيرت فيهم. احنا انت عارف احنا بالظبط لو في شهر يناير ودخل عليها تدعيمات ولا حاجه كنت انشن. فدي يمكن حركه اداريه بقى او حركه زي ما كان احمد بيقول لك انا عايز مدير فني ابقى مدير فني وابقى جنبي مدير كوره يجهز لي الدنيا شكلها ايه يحمس لي اللعيبه بالضبط والربط بالميزانيه بالمش عارف ايه ما تبقاش بهلله. يعني النهارده كابتن مصطفى يونس ماسك مكان كابتن مين عبد الرازق وهو كان مدير كوره عليه ضغط قد ايه النهارده في الملعب. عارف لو كان اتغلب ولا حد كان يقول له انت اتغلبت ليه ولا اي حاجه. ده راجل كان في الوضع ده مدير كوره بقى له 10 سنين ما اشتغلش في المكان ده. انه النهارده ياخد بونت دي حاجه بونت لمصطفى يونس مش لفرقه المصري. ففي ايجابيات. تقدر تقول لي ان اداء المصري في الماتش بتاع النهارده ده احسن من اداء المصري في ده هو توفيق وعدم توفيق. انما انت امكانيات اللعيبه لا اداؤه كان احسن. لا ده احسن طبعا من الماتشات اللي قبل كده. الماتش اللي فات اللي كان فيه ماتش من الماتش اللي فات معلش مش من ايام ماتشين ثلاثه. لا بص هو حسام حسن برضه افريقيا خلصت على فرقه المصري. حسام حسن يعني بالظبط في الدوري يمكن بدا ما كانش بالشكل الكويس عشان افريقيا كان ماتشات افريقيا كان مهتم بيها قوي بيلعبوا بره احسن من جوه. لما يخلص ويرجع بقى يلعب الدوري وجت مشكله الملعب بالنسبه لهم كانت مشكله كبيره. مشكله الملعب بعد ما سابوا برج العرب طب يلعب فين وطب اجل 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 اثر بشكل كبير على النادي المصري. النادي المصري هيرجعوا بورسعيد وما يرجعوش طبعا كابتن ميمي الماتشات يعني كابتن ميمي طبعا الماتش اللي مسكه الوحيد اللي هو حرس طبعا ما قدرش طبعا يعرف الفرقه كان الثقه كانت رايحه خالص الهزيمه الثقيله من الحرس الحدود. ولكن النهارده زي ما قلت كابتن مصطفى يعني هو شويه عدى بالفرقه بشكل يعني معقول تريح البتاع. امال الاسماعيلي يعمل ايه يا حماد؟ بص جماهير الاسماعيلي تعمل ايه وباللعيبه. بص انا بتكلم على التغييرات اللي موجوده قدام ده علامه استفهام الكبيره في الدوري. بكره والماتش الجاي لسموحه يلعبوا بتروجيت كابتن طارق يحيى. لا بس عايز اتكلم على التغييرات اللي حصلت كلها. عايز كل ثلاث اسابيع عايز مدرب. مش هتفق معايا اللعيب اللي في الدوري الممتاز كل ثلاث اسابيع محتاج تغيره مدرب.
اول ما المدرب بيجي جديد بتلاقي فيه شده وفيه روح وفيه شكل وتلاقي فيه مكسب، بعد كده ممكن تلاقي تدرى مرات والعمل رجع تاني. انا لما انا في عز ما كنت احسن لعيب في مصر لو دخلني مدرب جديد بقى ببقى قد كده برجع ابتدي من جديد. بص اقول لك على حاجه، اما انت مش بنبتدي من جديد 90% من الدوريات العربيه بيحصل فيها الكلام ده. ثقافات يا كابتن حماد 90% ثقافه اللعيبه، النتائج النتائج هي يعني مثلا 90% من الفرق اللي غيرت سبب سوء النتائج، ولكن قدامي مثلا ثالث المصري مش هو اللي غير، حسام اللي مشي، سموحه، علي ماهر استقال كان في المركز الثاني، بيراميدز بيغير برضه وهو في المركز الثاني الثالث بالظبط. فالثلاث فرق دولت هم اللي ما اعتبرش تغيير، لكن الثمان فرق الثانيين سوء النتائج. دول اتغيروا بناء على ايه؟ او قدموا استقالتهم بناء على ايه؟ قدموا استقالتهم يعني هو اللي مشي، يعني حسام حسن جاله عرض افضل مشي، او في شويه مشاكل كانت موجوده في المصري داخليات ما نعرفهاش، مشي راح بيراميدز عرض احسن فرقه كويسه ممكن يحقق فيها طموحات وياخد بيها بطوله، فرقه في عندها كل الامكانيات اللي اي مدرب يقدر يشتغل في فريق زي دوت، يعني معاك لعيبه كويسه، معاك الامكانيات الماديه كويسه جدا تقدر تعمل حاجه، تعمل بطوله بفرقه زي دي. علي ماهر استقال مع انه كان ماشي كويس، يعني كان وضعه كان في الدوري كان ثاني او ثالث. بيراميدز بيغير في مدربين ما بيحبوش يمشوا بتعليمات ممكن، لكن اغلبيه الفرق اللي غيرت غيرت سوء النتائج، يعني الاداره شافت اللي هو اكيد طبعا في أكيد. مشاكل في النتائج. كابتن محمد عمر برضه اعتذر في الاتحاد، كابتن محمد عمر برضه كان برضه سوء نتائج مع انه كان ماشي في البطوله العربيه بشكل بالزبط. كويس وقدر يخرج الترجي، كان كسبان الترجي خرج الترجي من البطوله العربيه، ولكن هو الاستقال طبعا بعد الهزيمه من الداخليه 3-0 برضه بتبقى ترجع لسوء النتائج. وامبي في الطريق اهو، يعني الراجل اسامه لسه اعتقد ان امبي يعني لا يعني خلاص بعد انه الراجل النهارده حماده لا في واحده في اخر الماتش لو دخلت تفرق كتير قوي معايا يعني. بس خلينا بقى نقول للمدربين مع التغييرات دي ايه اللي عمل حاله ايجابيه، يعني لازم نشيل طبعا مكان طارق العشر، جه يكمل شغل الكابتن احمد سليمان وبدا ينقل حرس الحدود ويدخله جوه المنافسه مره ثانيه. لازم نشيل عماد النحاس، كابتن عماد النحاس خد 10 بونت من 4 مباريات، عمل برضو انتعاشه كده في فريق المقاولين، وكان معانا المهندس محمد عادل قال لك ده عماد النحاس مع المكسب ده احنا بدا تفكيرنا يروح حته ثانيه. بالظبط بالظبط، انا كان هو تصريح ليه يزيد قال لي طبعا لازم يزيد يعني لازم برضو نشيد بالمدربين. واحمد سامي، احمد سامي طبعا مع فريق النجوم عمل برضو، وخلي بالك احمد سامي برضو من المدربين كويسين جدا أوي. يعني برضو من المدربين اللي هيبقوا واعدين هيبقى ليه اسمه في الدوري ان شاء الله. ونتمنى للكابتن مصطفى يونس والله لو الدنيا تمشي معاه ويقدر يفهم لعيبه المصري. لا ما اعتقدش مصطفى يونس، لا هو المصري هيجيب مدرب على ما اعتقد، هيجيب مدرب قول لي في مدرب بيقبل الوضع عشان يبقى يرجع اسمه تاني؟ في مدرب ممكن يعمل كده او ممكن مدربين بيعملوا كده فعلا؟ يقبل يعني ايه بمعنى ايه يقبل؟ يعني بمعنى ان هو مثلا انت معروض عليك فرقه وانت عايز تشتغل فبتقبل ان اللعيبه عارف ان هم مش جامدين قوي، مش هيشيلوك، هيبقى في مشاكل، بس بتقبل علشان تتواجد مره ثانيه. ما انت ممكن تبقى متواجد بس انت بعد كده الخطوه اللي انت تبقى موجود فيها تتبني عليها حاجات بعد كده. لو انت بعيد خالص ممكن تقول خطوه ان انا ابقى اكون موجود في الصوره واقدم، يعني ممكن تروح لفرقه مثلا بتنافس على الهبوط ممكن اعمل معاها شغل كويس بالرغم ان انا عارف انها تنزل ومش مش يعني مش هتقعد في الدوري، ويبقى ده هدف من الاهداف. في مدرب تاني يقول لا ما اقدرش اخد المغامره دي، لازم يبقى انا دخولي مع الفرقه من بدايه الموسم اكون داخل على الفرقه، عارف الفرقه كويس، عارف الدواخل اللي داخل الفرقه، انا اللي اكون جايب اللعيبه عشان اقدر اشتغل معاها علشان بعد كده لما يتم حسابي يبقى انا يعني راضى عن التجربه بشكل تام. والله تجربه مديرين الاعمال لو كانت موجوده ومعممه في مصر كانت هتوفر على المدربين حاجات كتير قوي، يعني انا لو بقى بشكل احترافي وانا كمدرب عندي مدير اعمال كويس وبيقدر يوظفني وبيقدر يعمل عمليه تدوير في وسط الدوري او خارج مصر او داخل مصر. هتخلينا نروح في حته ثانيه. ما لا الحته دي انا وانت بنلغي بعض فيها بقى. طب الاهلي والمقاولين بعد بكره ماتش مهم جدا. طبعا. جدا. طبعا. بكل ما تحمله الكلمه يعني من معاني. المقاولين زي ما حضرتك قلت ومعاه عماد النحاس عندهم طموحات كبيره جدا زي ما اتكلمنا مع المهندس محمد عادل اسامه وقال ان انا طموحاتي بتزيد مع المكسب ومع العرض اللي بيقدمه عماد النحاس. الاهلي محمد يوسف هيتولى المسؤوليه الفنيه بعد ما كان مدير كره، كنا لسه بنتكلم في القصه دي. الاهلي محتاج ثلاث نقاط هتعيد حاجات كتير جدا. الاهلي محتاج حاجات كتير مش الثلاث نقاط دي بس، دي السلمه النقاط اللي انت بتتكلم فيها. انت ما اسهل انك تطمع في الاهلي اليومين دول
عدم استقرار نفساني، عدم تحقيق نتائج ايجابيه، بقالك فتره قوي ما كسبتش. بقالك قد ايه ما كسبتش؟ بقالك كتير قوي. انت اخر ماتش كسبته بتاع وفاق الصيف تهيألي يعني، اللي هو كان عندك هنا، وبعد كده الترجي اللي هو 3-1. انما الشكل في المضمون، في اسلوب اللعب، في اللاعبين، في الاصابات، انت صعب عليك المباراه، مش عايز اسهلها لك انا. مباراه المقاولين مش سهله. انا قلتش ولا اي مباراه جايه سهله. لا لا. في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، بس عشان الناس تهيئ نفسها، احنا دلوقتي بنظبط الدنيا والناس عارفه وحاسه الفريق الاهلي شكله عامل ايه. واساس المشاكل اللي كلها اللي عندك دي الحقيقه كثره الاصابات في الفريق. وانا بشفق على اي حد ماسك الفرقه دلوقتي، او على اللاعبين اللي موجودين بالمسؤوليه اللي عليهم. فانا مع تحفيز اكتر من انا اقول لهم ان التيشيرت الاحمر هو اللي الاهلي بما حضر، وانتوا المسؤوليه عليكم. عوضوا لنفسكم الفتره اللي فاتت نفسيا وجماهيريا يعني. فباذن الله نكون يوم الثلاث باذن الله مباراه جيده بالنسبه للنادي الاهلي. مش حاولك بتعوض اللي فات، انما بتخلي الامور مستقره بالنسبه لمحمد يوسف واللعيبه. اكيد كابتن حماده، اكيد المدير الفني للاهلي هيقابلهم، هيقول لهم المدير الفني للاهلي دلوقتي بيمر بالكلام الطبيعي اللي هو التحفيز ضد النادي الاهلي. لكن هل الاهلي هيكون رد فعله ايه؟ هي مباراه صعبه على الفرقتين يعني. المقاولين ماشي بشكل كويس. اي مدرب بيقابل النادي الاهلي بيطمع يعمل نتيجه ايجابيه قدام الاهلي والزمالك، الفرق الكبيره اللي بتسيب بصمه عند الناس، ان المدرب الفلاني كسب الاهلي، كسب الزمالك، اتعادل مع الاهلي، عمل نتيجه، قدم مباراه كبيره. المقاولين ماشي بشكل كويس زي ما بتكلموا، كابتن عماد النحاس عمل نقله واتحط في مكان كويس في الجدول بعد ما كان يمكن الاخير طلع خد في 4 ماتشات 10 نقط. فالمباراه في استقرار شويه فني موجود عند المقاولين دلوقتي، فريق عنده الثقه. الاهلي خارج من كبوه كبيره، خروجه من البطولتين، من افريقيا، من البطوله العربيه، تغيير مدرب ممكن تبقى ليها عامل ايجابي بالنسبه للعيبه الموجوده دلوقتي مع كابتن محمد يوسف، ان هو يقدر يخرج من، والنادي الاهلي دايما بيعملها بشكل كبير يعني. كذا مره بقى عنده كبوات ومشاكل كثيره، ولكن لما بيتجمع بشكل كويس واللعيبه كلها بتبقى موجوده وفي اصرار عند اللعيبه بتفرق معاه بشكل كبير جدا. فعشان كده صعوبه المباراه للفرقتين. لا، الاهلي ممكن هيرجع في الدوري بشكل كويس جدا، ما قدموش غير البطوله ديت دلوقتي يمكن، ولسه هيبتدي افريقيا من الاول. ولكن المباريات المؤجله بالنسبه له، كل مباراه ليها حسبه، زي مباراه كاس بالنسبه له كان هيخش في المنافسه. فالمباراه دي صعوبتها بالنسبه له بالذات لما يكون عنده مؤجلات كتير. يعني هو لعب كم مباراه دلوقتي؟ لعب 10 مؤجلات كتير. لكن على الورق هو منخفض في الجدول فين؟ فلازم كل مباراه بياخدها زي مباراه كاس. فمباراه صعبه على الاهلي والفرقه اللي هتلعب الاهلي. بالظبط، ده السؤال اللي كنت اسالك يا اسامه. 10 مباريات مؤجله وضغط عصبي على اللعيبه وخروج من مباراتين، من بطولتين متتاليتين يعني، وضغط كمان 10 ماتشات مطالب انت تكسب في كل ماتش. محمد يوسف مش جديد على الفريق. محمد يوسف ايه المفروض يعمله بسرعه في اليومين دول، او من ساعه ما تولى المسؤوليه من امبارح، عشان يلم الفرقه بسرعه؟ هل هيشتغل معاهم شغل نفسي؟ هل هيشتغل معاهم شغل كوره؟ هيعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نشكر طبعا كارتيرون على الفتره اللي فاتت. الراجل اشتغل وكان يعني نفسه يقدم حاجه لجماهير النادي الاهلي، لكن سوء التوفيق في اللقطات الاخيره ما كانش محالفه. الحاجه اللي عابت كارتيرون شويه حته دخول الاهداف كتير في مرمى النادي الاهلي. دايما اللي كان بيميز النادي الاهلي عندك دفاعات قويه، ما فيش فرقه تقدر تسجل فيك وانت بتجيب. هو كان بيجيب يعني، لو قلنا على في كل المباريات اللي لعبها كارتيرون، لا جاب ممكن اكتر من 30 هدف. لكن النادي الاهلي مرماه تلقى اهداف كتيره، وده اللي كان بيميز، خلي بالك، كارتيرون في بدايه اول ما مسك الفرقه كان عنده دايما بيركز على النواحي الدفاعيه بشكل كبير، وكانت الناس بتقوله طب عايزين نطور الشق الهجومي، قال لك الاول الفريق البطل لازم يعني الناحيه الدفاعيه يامن عليها. دي غابت عنه في المباراه الاخيره. النادي الاهلي كان بيتلقى اهداف. مباراه المقاولين مع كابتن محمد يوسف، المكسب مهم جدا في المباراه دي، هيعيد الثقه للعيبه مره ثانيه.
يبدا يرجعك تاني للمنافسه بتاعت الدوري. يعني انت لو معاك بسبب خبراتك اللي فاتت دي كلها وطبعا كنت نجم كبير في النادي الاهلي، ممكن تقول للعيبه ايه؟ تديهم دوافع ايه؟ تكلمهم ازاي؟ انت في وقت انت كلاعيبه احنا بنلم بعض. يعني مهما الجهاز يتكلم معانا ومهما المدير الفني يتكلم معانا، احنا كلاعيبه وخاصه ده دور بقى اللعيبه الكبيره داخل الفرقه. دور اللعيبه الكبيره زي الشريف اكرامي، زي احمد فتحي، زي وليد سليمان، لازم اللعيبه الكبيره دي يبقى ليها دور مع كل الناس، لازم اجمع الناس، لازم يبقى كلنا على قلب رجل واحد. المكسب المباراه الجايه مهم جدا، ده هيرجع لك الثقه تاني، هيمشيك بقى في الطريق الصح، هتبدا يدخلك في منافسه الدوري التاني، خاصه انك انت بتقول عندنا 7 مباريات، لما اوصل ليناير ويتم التدعيمات مش عايز اخسر نقاط تانيه تبعدني عن المنافسه، لا عايز افضل ماشي في الطريق الصح. وهو المكسب يعني المكسب يعني بيخلي الدنيا كويسه زي ما بيقولوا بلغه الكوره. فان شاء الله بنتمنى كابتن محمد يوسف يعني ربنا يوفقه، طبعا اول حاجه في التشكيله اللي تبدا مباراه المقاولين، في التغييرات يدير المباراه كويس، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يفوز مباراه المقاولين. يعني ان شاء الله تفتكر هيلعب باثنين في روضه ولا هيلعب تاني؟ لو عايز انصح محمد يوسف او كابتن محمد يوسف هيقول العب باثنين في روضه كلمتين كده. انا عايز اقول له بس ان انت عندك 2 فراوده منتخب مصر وفيرود منتخب المغرب، ما ينفعش العب بفيرود واحد. انا مش بنصح تمام، انا بقول وجهه نظر يعني. تمام كابتن حماد، قالوا بالتوفيق ان شاء الله يقدر يخرج اللعيبه من حاله الاحباط الموجوده، وهو قادر على كده يعني، يمكن هو مر بنفس الظروف قبل كده وقدر يخرج اللعيبه وقدر ياخد بطوله افريقيا. محمد يوسف مع النادي الاهلي، نورت وشرفتك يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو. نورت وشرفتك. ربنا يخليك يا كابتن شريف. نورت وشرفتك حميد، اشكرك. ان شاء الله الاهلي يلعب بفوزين، تدينا مساحه نتكلم نقول اللي احنا عايزينه كله. ربنا يخليك لينا والله، عشان الحوار يبقى جميل وسريع وانتم منورين اصلا يا كابتن شريف من غير حاجه. شكرا جدا ليكم. دي كانت نهايه حلقتنا معاكم النهارده. زي ما قلت لكم مفيش حد بيأثر داخل النادي الاهلي، بس هي امكانيات، وان شاء الله الاهلي يرجع ويرجع بسرعه جدا. وقلت لكم في اول البرنامج وان شاء الله دايما هقول كده، الاهلي او اي فريق كبير لازم يجي له وقعه عشان يرجع اقوى من الاول. نورتوني وشرفتوني، واشوفكم يوم الثلاث ان شاء الله، وان شاء الله الاهلي يفرحنا يوم الاثنين. اصبحوا على خير ان شاء الله.